النهارده هناخد الاندومتريوزس والارينومايوزس. على فكره الاندومتريوزس من المواضيع اللي هتقابلوها كتير قوي وهتسمعوا عنها كتير جدا جدا جدا. يعني زمان ايام ما كان انا قاعده مكانكم كده وبيتدرس لي كان الاندومتريوزس بيقولوها كده ويعني امباسون حاجه صغيره، لكن دلوقتي بقت الانس بتاعها عمال يعلى والانسنس بقى بيعلى. ليه؟ لانه بقى في better quality of diagnosis of endometriosis. خلاص فبقينا فعلا بنشوفها كتير قوي ولقيناها سبب في حاجات كتير ما كناش لاقيين لها سبب. طب الانسنس مثلا بتاع الفايبرويد كان كام في الجنرال بوبيليشن في الفيميل ان ذا تشايلد بيرنج بيريد؟ كان 20%، كان انسنس كبير. الاندومتريوزس يليه على طول 10%. 10% من اللي قاعدين وسطنا دول كويس، 10% من التشايلد بيرنج بيريد عندهم اندومتريوزس. ايفن لو اسيمتوماتيك خلاص عندهم اندومتروز. اندومتروز 10% 10% ده انسنس كبير، انسنس عالي، يعني كل 100 يبقى فيهم 10 عندهم اندومتروز. اوكي فده انسنس فعلا كبير. طيب الاندومتروز دي بتبريزنت بايه؟ يعني مثلا الكي وورد بتاع الفايبرويد كان ايه يا دكاتره؟ بليدنج. طب الاندومتروز حد يعرف؟ بين. بالظبط كده، بين. يعني اول ما حد يتكلم يقول لك اندومتريوزس بين، مش بليدنج خالص، ولا بتيجي ببليدنج ولا ليها علاقه بالبليدنج ولا بمنت ولا اي حاجه خالص، مش بليد، مش بليد، لكن بين. بين فعلا تجي لك ببين، فتيجي ست تشتكي من بين. وطبعا بين ده مش من الحاجات اللي بيشتكوا منهم الناس اللي هم يعني ريفاين بس هم اللي هيشتكوا منهم، لكن لو واحده مقهوره في حياتها مثلا ولا وراها حاجات كتير ولا مش عارف ايه وكده، يعني البين ده هيبقى مش حاجه بالنسبه لها، لان حاجه فاريبل وفيري سبجكتيف. انا موجوعه، ايوه يعني ايه موجوعه؟ يعني ما انت رايحه وجايه خلاص يعني، فمين ده؟ طبعا هتبقى ريفلكتد علينا الكواليتي اوف البيشنت او التايب اوف ذا بيشنت اللي ممكن تشتكي من اندوميتريوزس. تفتكروا هتبقى لو ولا هاي سوشيو ايكونوميك مثلا؟ هاي. بالظبط كده، عشان كده بتلاقي اكتر في الوايت ريسز في الهاي سوشيو ايكونوميك، لانه هم دول اللي ممكن يروحوا يشتكوا من اندوميتريوز. وبنقول ان هو موجود 10% من تشايلد بيرنج بيريد بوبيليشن، و 20% اوف البيشنت اللي بيشتكوا السيمتوماتايزنج باي كرونيك بيلفيك بين بيطلع عندهم اندوميتريوزس. ففعلا الاندوميتريوزس دي سبب للكرونيك بيلفيك بين. يعني لو واحده جايه تشتكي من كرونيك بيلفيك بين، انت فكر في الاندوميتريوزس من الحاجات اللي مهمه جدا، لان 20% منهم هيطلع فعلا عندهم اندوميتريوزس، يعني ده سبب قوي للبين. و 30% من اللي بيشتكوا من انفيرتيليتي بيبقى عندهم اندوميتريوزس، يعني برضو ده سبب للانفيرتيليتي. لما تيجي واحده تشتكي من انفيرتيليتي على طول تخلي الاندوميتريوزس من الحاجات اللي في الاول انك انت تفكر فيها. تعمل لنا اني فاكتور اوف انفيرتيليتي تفتكروا؟ يعني هتعمل ايه؟ هي الاندوميتريوزس هنتكلم عليها دلوقتي، بس برضو من الكي ووردز اللي لازم تبقى موجوده في ذهننا انها تعمل ادهيجنز. يعني اندوميتريوزس تعمل ادهيجنز، عشان كده ممكن تعمليها بيريتونيال وتشوف الفاكتور اوف انفيرتيليتي. طب نتكلم بقى على الاندوميتريوزس بدل الاوفر فيو اللي احنا خدناه كده، نبقى فاهمين يعني ايه دي بين. بتيجي في الهاي سوشيو ايكونوميك اكتر في الوايت ريسز، ممكن تيجي بانفيرتيليتي. يعني دي الحاجات اللي لازم تنور لما حد يتكلم ان ايه ده، دي دايجنوز باي اندوميتروز. هو يعني ايه اندوميتروز بالعربي؟ حد يعرف؟ بتاعت الرحم المهاجره. ده انتوا بتلاقوا دلوقتي ساعات في ناس تقول لك ايه متخصص بتاع، طبعا عاد يعني ان حد يقول لك متخصص في حاجه معينه بس تشابتر يعني في النساء، بس يعني من كتر ما هو اتس كومن وهيشتغل على 10% من البوبيليشن، ودي حاجه كويسه جدا. 20% من اللي بيشتكوا من بين، و30% من اللي بيشتكوا من انفيرتيليتي، فدي حاجه لطيفه قوي. يعني انا قصدي في هيلاقي بوبيليشن يشتغل عليها فعلا. طب يعني ايه اندوميتروزس بقى باي ديفينيشن ان انجلش؟ احنا قلنا ترجمتها بالعربي بتاعنا مهاجره. ايوه يعني ايه مهاجره؟ يعني هاجرت منين؟ يعني ايه الديفينيشن اوف اندوميتروزس؟ برزنس اوف اندوميتريال ستروما وجلانز. الاندوميتريال متكون من جلانز اند ستروما. برزنس اوف اندوميتريال جلانز اند ستروما، هو نورمال اندوميتريال جلانز اند ستروما دول موجودين فين؟ في اليوتراين كافيتي. بالظبط كده، في اليوتراين لايننج اوف ذا يوتراين كافيتي. فلو لقينا ان الاندوميتريا جلانز استروما دي بريزنت اوتسايد ذا نورمال لايننج اوف ذا يوتراين كافيتي، ومش بس اوتسايد نورمال لايننج، ده اوتسايد ذا يوترس كله. ليه قلنا اوتسايد ذا يوترس؟ لانه في كاتيجوري ثانيه اسمها ادينومايوزس. لو الاندوميتريا جلانز استروما موجوده جوه المايوميتريم ده بنسميها ادينومايوزس، لو موجوده بره اليوترس كله يعني اليوتراين كافيتي والمايوميتريم دي بنسميها اندوميتروزس. فاحنا عندنا تو كاتيجوري. حتى زمان كانوا بيسموا الادينومايوزس دي اندوميتروزس انترنا، اسمها منطقي لانها انترنا انسايد ذا مايوميتريا. كان زمان الاسم بتاع الادينومايوزس اندوميتروزس انترنا، دلوقتي الاسم ده اتلغى، مش هتلاقوه، مش هتلاقوه موجود في التكست بوكس لان كله بقى
فيرجنز الجديده ما حدش بيستخدم اندوميتريوز انترنا، بس انا قلته عشان تبقوا انتم متخيلين الفرق. فكلمه اندوميتريوزس يعني اندوميتريال جلاندز اند ستروما اوتسايد ذا يوترس كله على بعضه، مش بس النورمال لايننج اوف ذا يوتراين كافيتي. والادينوميوزس دي يعني الاندوميتريال جلاندز اند ستروما موجوده انسايد ذا مايوميتريوم نفسه. ده الفرق بين كلمه اندوميتريوزس وادينوميوزس. يبقى احنا كده دلوقتي هنبتدي بالاندوميتريوزس اللي هو عندنا اندوميتريوم بره اليوترس. بره اليوترس يعني تفتكروا يبقى موجود فين هذا الاندوميتريوم؟ على ممكن على يعني في البلفيك كافيتي، ودي اقرب حته يبقى موجود فيها فعلا، لان احنا عندنا المانسز. ما هو الاندوميتريوم ده بيحصل له شادنج، شادنج لتحت كروز السيرفكس وفاجينا اللي بره. افرض ان هو حصل له ريتروجريد شادنج، يعني بدل ما ينزل من تحت في بارتس منه من الاندوميتريوم ده دخل جوه الفالوبيان تيوبس وعلى البريتونيوم. البريتونيوم ده هيبقى كده ممكن يروح للدوجلاس باوتش لليوتروسيكرال اللي موجود ورا، اليوتروسيكرال ليجمنت اللي موجود ورا، ممكن على السيرفيس اوف ذا اوفري. يعني دي الاماكن اللي ممكن تبقى كومن يبقى موجود فيها الاندوميتريال جلاند ستروما، ان هو بالريتروجريد منستريشن اللي بتحصل وبيحصل لكله ريتروجريد منستريشن، يعني كل البنات والستات بيحصل لهم اليمنت اوف ريتروجريد منستريشن. ايه اللي يخليها تنزل تحت؟ ده باي جرافيتي. فالموست كومن والكوانتيتي الاعلى هي اللي بتاعه الاندوميتريوم هي اللي هتنزل على تحت، كويس باي جرافيتي عادي. لكن في بعض الاندوميتريال جلاند ستروما بتخش جوه الفالوبيان تيوبس، ومن الفالوبيان تيوبس دي تبقى موجوده في البريتونيال كافيتي في الدوجلاس باوتش طبعا باي جرافيتي. ممكن تبقى على السيرفيس بتاع الاوبري، ما الاوبري ده بوستيريور اند لور، كويس على السيرفيس بتاع الاوبري. وممكن تبقى على اليوتروسيكرال ليجمنت برده اللي موجود ورا. فدي اماكن بلفيك اندوميتريوزس، يعني امتى الاندوميتريوز ده يبقى موجود فين. وده بيبقى اكسبلايند بالثيوري بتاعه اسمها ريتروجريد منستريشن، زي ما بنقول كده ريتروجريد منستريشن. طب احنا لسه بنقول ان ريتروجريد منستريشن دي بتحصل في كله، طب ليه في ستات او بنات دون عن غيرهم يحصل فيهم اندوميتريوز او يكمبلينوا من اندوميتريوزس وناس ثانيه لا؟ هو المفروض يحصل ايه للاندوميتريال جلاندز والستروما اللي بقت موجوده في ال 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 الدوجلاس باوتش ولا في الفالوبيان ولا في البتاع ده؟ ماكروفيج بالظبط كده، فكوزايتوزس ماكروفيج. فلو عندهم ايمونولوجيكال او جيناتيك، عشان كده برده من ضمن الثيوريز لان هي كلها ثيوريز بتاعه الايتيولوجي الاندوميتروز، او الثيوري ريتروجريد منستريشن، وبتسبورت هذه الثيوري ان هو ليها جيناتيك بريديسبوزيشن او ايمونولوجيكال، اوكي؟ فدي ثيوري ثانيه. يبقى احنا عندنا اول ثيوري للاندوميتروزس هي ثيوريز، الايتيولوجي بتاعنا ثيوريز. فاول ثيوري اللي هي الريتروجريد منستريشن، هو متسميه باسم العالم اللي وصفها وقالها اللي هو سامسون ريتروجريد منستريشن. وفي ثيوري ثانيه اللي هي جيناتيك وايمونولوجيك. طب تفتكروا الريتروجريد منستريشن ده هيكسبلين البلفيك اندوميتريوزس ولا الاكسترا بلفيك؟ لانه لو في اندوميتريوزس او ممكن نلاقي اندوميتريال جلاندز ستروما موجوده في اللنجز، موجوده في البرين، موجوده في ابيزيوتومي وونت، كويس، موجوده في عند الامبيليكس، موجوده في سيزاريان سكشن سكار، فده هيبقى اكسبلين بالريتروجريد منستريشن؟ لا مش اكسبلين. طب تفتكروا ايه اللي يخلي انه يوصل جلاندز اند ستروما كده في حتت فيري ريموت او اكسترا بلفيك؟ زي بالظبط الماليجنسي. عشان كده الاندوميتريوزس دواء مكتوبه ساعات في الانكولوجي، لانه كان ليها ان هي ممكن تمتاستسايز، يحصل ميتاستاسيز تخش في الليمفاتكس وتبقى سبريدت في حتت ريموت او حتت بعيده، ليمفاتك سبريد. والليمفاتك ثيوري دي سبريد هي بتكسبلين الاكسترا بلفيك اندوميتريوزس، واسمها هالبان ثيوري. يعني واحد برضو هالبان هو اللي وصف الاكسترا بلفيك اندوميتريوزس، لانه سامسون ما عرفش يوصف لنا او يعني الثيوري بتاعته كودنت اكسبلين الاكسترا بلفيك، لكن الاكسترا بلفيك اكسبلين بالهالبان ثيوري. وبرضو يعني الاندوميتريوم ده من الميزوثيليال سيلز، فلو حصل ميتابليزيا الميزوثيليوم زي البريتونيوم، بدل ما هو يبقى يعني يحصل له ديفرنشيشن ذا فورم اوف بريتونيال سيلز، حصل له ديفرنشيشن ذا فورم اوف اندوميتريوم. فمايرز برضه وصف ان هو ممكن يحصل سيلوميك ميتابليزيا، فعشان كده يحصل اندوميتريوزس في البريتونيال او البريتونيال كافيتي. فدي الثيوريز بتاعه الاندوميتريوزس، مفيش سبيسيفيك ايتيولوجي، بس في ثيوريز اشهرها واكثرها فعلا اللي هي مقبوله بتاعه الريتروجريد منستريشن، لان فعلا بنشوف الاندوميتروزس اكتر في البلفس مش في الاكسترا بلفيك. عشان كده نمبر 1 واللي هي واخده يعني بروباجيشن عاليه وفعلا ودي حقيقه، لا هي السامسون ريتروجريد منستريشن، لانه بنشوف البلفيك اندوميتروزس اكتر بكثير قوي من الاكسترا بلفيك اندوميتروزس. عشان يبقى الاندوميتريال جلاندز اند ستروما دي تفلير اب ومش تموت، محتاجه هرمون ولا مش محتاجه؟
مين؟ الاستروجين هو بتاع البروليفريشن وكده، هو الاستروجين. عشان كده برضو قلنا في التشايلد بيرنج بيريد ما بتشوفش اندوميتريوزس في بيفور بيوبرتي ولا افتر مينوبوز، لان ما عندكش استروجين. فبالتالي ايه اللي هيخليها؟ ما هتأتروفي لوحدها الاندوميتريال جلاندز استروما، يعني لو كانت موجوده حتى لاي سبب من الاسباب هتأتروفي. فعشان كده مش بنشوفها افتر مينوبوز او بيفور بيوبرتي، لان احنا محتاجين برضو هنا استروجين. يبقى الاندوميتروزس دي اول لما حد يتكلم قدامنا على الاندوميتروزس قال لا احنا محتاجين استروجين، وبنشوفها في التشايلد بيرنج بيريد. عشان كده عشان يخلي الاندوميتريوم ده يفضل موجود ما يحصلوش اتروفي، لانه محتاج الاستروجين عشان يحصل له بروليفريشن. فمحتاجين استروجين. وبعدين في ثيريز بتكسبلين الاندوميتروزس زي ريتروجريد منستريشن وهي اشهرها، او الاكسترا فالفيك اللي هو ممكن يبقى اكسبلين بالليمفاتيك ثيري. وطبعا في برضه ثيري بتاعت الجيناتيك والانيرولوجي. في اي سؤال لحد دلوقتي يا دكاتره؟ الباثولوجي او الشكل بتاع الاندوميتريوزس شكلها ايه؟ شايفين النقط البني او الزرقاء او السوداء، النقط الغامقه اللي موجوده. شايفين في نقط كده غريبه، يعني طبعا هو ده زي كات سكشن كده، وده الانتيرير بتاع الست كويس سنتس كيوبس اهو، واليورينري بلادر، وعندنا الفاجينا واليوترس، وده الريكتم اللي ورا، وبعدين السكرم اهو، وده بوستيري، يعني ده انتيري وده بوستيري، يعني احنا في كده كويس، ده الانتيري وده البوستيري. الانتيري من اقل اهو سيمفيزس بيوبس البون، وبعدين بعد كده عندنا اليورينري بلادر، وبعدين وراها الريكتم اهو واليوترس، سوري الفاجينا سوري واليوترس، وبعدين الريكتم اهو والانر كانال والسكرم البون بتاعت السكرم، وورا اللي هو البلوتيس بقى والكلام ده، اوكي الباتوس. فده من قدام لورا. بصوا ممكن يبقى في عندنا النقط دي موجوده في الهول بتاع اليورينري بلادر، ممكن تبقى موجوده انسايد ذا ميتريوم، ممكن يبقى موجوده اهو ورا الباوتش اللي ما بين اليوترس والريكتوم اللي هو الدوبلس باوتش، اوكي. في نقط كده موجوده في الاماكن دي. الاوفري اهو، لان دي الفالوبيان تيوب ودي الاوفري، ممكن يبقى على السيرفيس اوف ذا اوفري. يعني لو عملت لابروسكوب منظار بط كويس، ممكن تشوف المنظر ده. هشوف اللي جوه الهول. لا طبعا احنا بس عشان عاملين كونستراكشن فشايفين. طب اللي جوه الهول ده اسمه ايه؟ ادينومايوس بالظبط كده. لكن الحاجات الثانيه دي هي دي الاندوميتريوز اللي هي الفالبيك اندوميتريوز، اللي انسايد وول اوف ذا مايتريم ده ادينومايوس، لكن التانيين دول اندوميتريوز. ليه فصلناهم؟ يبقى اكيد الماجمنت مختلف، والا كنا الاثنين واحد. فصلنا الاندوميتروزس عن الادينومايوزس لان المانجمنت از ديفرنت، فعشان كده احنا فاصلينهم وبنتكلم دلوقتي على الاندوميتروزس. دي الاماكن اللي هي ممكن تبقى موجوده فيها على السيرفس اوف ذا اوفري اللي هو الفالبيك اندوميتروزس، في الدوجلاس باوتش، في على السيرفس بتاعه اليوتروسيكرال ليجمنتس، وبتبقى موجوده ان ذا فورم اوف بيرنت ماتشز كده، او نقط لونها بني. ليه لونها بني؟ هو الاندوميتريوم ده بيحصل له ايه؟ الاندوميتريا جلانز اند ستروما هيحصل لها ايه؟ شيدنج، يعني هتمنستريت مش كده ولا ايه؟ هتمنستريت. طب البلاد ده هيروح فين؟ هيمتص البلازما بتاعه، ويفضل بس الهيموزادرين هو اللي موجود، عشان كده بيديني اللون بني ده. وبرده على السيرفيس اوف ذا اوفري ممكن قوي يخش السيلز تبقى جوه الاوفري، او الاندوميتريا سوري جلانز تبقى جوه الاوفري. طب لو دخلت انسايد ذا اوفري هيحصل ايه؟ هيحصل برضه bleeding او menstruation inside the ovary. طب وبعدين inside the ovary menstruation يحصل ايه؟ السيست دي هيبقى لونها ايه؟ هيبقى فيها جواها ايه؟ هيبقى جواها دم. الدم ده هيبقى لونه ايه؟ بعد كده بعد شويه بعد ما نستنى اكتر هيبقى براون، زي ما خدنا في الهيماتوتايب فاكرين، لان هيحصل absorption للبلازما، وهيفضل بس الهيموزادرين اللي هو لونه بني. فبالتالي هيبقى فيه حاجه اسمها chocolate cyst. يعني شوكليت سيست دي عشان حصل بليدنج انسايد ذا سيست، والبليدنج ده البلاد بيبقى البلازما بيبقى الفلويد بيبقى ابزورب، يفضل بس الهيموزادرين. فعشان كده يدينا حاجه زي شوكليت ماتيريال او شوكليت سيست. فلما يقول لك شوكليت سيست ده معناه ان هو بيتكلم على ايه؟ ايه رايك؟ لما يقول لنا اهو شايفين، لو اهو ده احنا فاتحين البط كويس، ده بوستيريور ولا انتيريور اسبكت اوف ذا يوترس؟ بوستيريور. طالما شايفه الاوبري يبقى ده بوستيريور خلاص، لان الاوفري بوستيريور تو يوترس، فده بوستيريور لان الاوفري زهم موجودين. في عندنا سوبرفيشال براون براونش سبوتس كده على الاوفري كويس، سوبرفيشال اندوميتروزس. وفي الديب دي لو حصل لها رابتشر او اللي هي بتعمليها شوكليت سيست، فبالتالي لو فرقعت او انا فتحتها او كده هيبقى في شوكليت ماتيريال نازله اهو المنظر.
في ممكن على السيرفيس اوف ذا يوترس، ممكن يبقى على اليوترو سيكرال ليجمنت. ما اليوترو سيكرال ليجمنت ده من الباك اوف ذا يوترس للسيكرم، اسمه يوترو سيكرال ليجمنت. يوترو سيكرال ليجمنت فعلى السيرفيس بتاع اليوترو سيكرال ليجمنت. وبعدين بصوا تلاقوا في زي الفايبرس باندز، شايفين الفايبرس باندز دي يا دكاتره؟ الفايبرس باندز اهي، لانه طبعا لما بيحصل بليدنج وبعدين بعد كده هيحصل هيلينج وتيجي الماكروفاج عشان تاخد تحاول تعمل فاجوسايتوزس، كل ده هيبقى فيه هيلينج بروسس، والهيلينج بروسس اخر ستاب منه انه بيحصل فايبروزس. فعشان كده بيبقى عندك فايبروزس موجود، عشان كده بتلاقي ان في فايبروزس. عشان كده اول ما يبقى فيه اندوميتروزس بتبقى قلقان جدا من الفايبروزس اللي يحصل، وده اللي بيدخلنا في بريتونيال او تيوب الفاكتور اوف انفيرتيليتي عشان الفايبروزس اللي حصل. تاني احنا بنتكلم على اندوميتروزس، وقلنا الاندوميتروزس is the presence of endometrial glands and stroma outside the normal lining of the uterine cavity. It can be inside the myometrium itself، ودي حاجه اسمها adenomyosis مش دي اللي بنتكلم عليها دلوقتي، او ان هي تبقى موجوده inside the pelvis اللي هو pelvic endometriosis او extra pelvic endometriosis. وقلنا اشهر حاجه بتكسبلين البلبيك اندوميتروزس اللي هي الريتروجريد منستريشن، وطبعا لازم تبقى موجوده في التشايلد بيرنج بيريد، لان احنا محتاجين استروجين عشان الاندوميتريوم ده يفضل موجود، والا لو ما عندناش استروجين هيأتروفي الاندوميتريوم ده ولا هيمنستريت ولا هيعمل لنا السيركل بتاعه مش عارف الادهيجنز والكلام ده، لان هو الفكره ان هو لو ما فيش استروجين وعندنا اندوميتريوم موجود هيحصل منه مشكله؟ لا، هو المشكله بتحصل انه بيحصل منه bleeding يعني shedding خلاص وقت المنسس. فعشان كده وقت المنسس بيحصل منه shedding. طب shedding هو الطبيعي انه ينزل لبره، ده هنا مش هينزل لبره، ده هيبقى inside the peritone. وبعدين shedding ده من حاجات glands، حاجات صغيره يعني مش هيجي لها peritoneal hemorrhage مثلا، هو shedding ده حاجات صغيره، بس المشكله في الهيلينج بروسس بتاعه ان هو يحصل منه fibrosis. فعشان كده ممكن احنا قلنا ان هو بيحصل pain نتيجه للfibrosis اللي بيحصل اللي بيبقى موجود ده، بلس طبعا ان هو بيحصل ستراتشنج للبريتونيوم. لو هو مثلا اندوميتريوما او تشوكلت سيست موجوده انسايد ذا اوفري، ستراتش للبريتون او ديستنشن مع كل منستريشن، فتجيلها مع كل منستريشن يحصل لها مور اند مور بين، لانه بيبقى فيه ديستنشن في كلوزد سبيس، فعشان كده بيحصل لها مور اند مور بين. عشان كده بتكلمنا ببين وبانفرتيليتي. يحصل لها بليدنج. بليدنج منين؟ يعني احنا لما بنتكلم على بليدنج في النساء يعني فاجينال بليدنج قصدنا، اللي هو سواء كان مينوراجيا او ماتروراجيا. مينوراجيا اللي هو بليدنج بيبقى امتى؟ المينوراجيا during menstruation يعني regular cycles بس heavy او prolonged. لكن الماتروراجيا irregular cycles يعني bleeding in between menstruation. يحصل لها الست دي مينوراجيا او ماتروراجيا؟ مين بيقول اه يحصل لها؟ مين بيقول لا ما يحصل لهاش؟ الاندوميتريال كافيتي عندنا في اي مشكله؟ كلها مفيش اي حاجه خالص. ما انت بيحصل لك بليدنج من هذا الشادنج اوف ذا اندوميتريوم مش كده ولا ايه؟ او لو السيرفس اريا بتاعه الاندوميتريوم زادت زي في الفايبرويد، او كان عندنا مايوميتريال ليجن. احنا بنتكلم دلوقتي على اندوميتريوزس مش ادينومايوزس. هل عندنا هنا اي مايوميتريال ليجن؟ هل عندنا هنا انكريس سيرفس اريا اوف ذا اندوميتريوم؟ الاندوميتريوم زي الفل مفيش اي حاجه، اليوتراين كافيتي زي الفل، المايوميتريوم مفيش اي مشكله. احنا بنتكلم على اندوميتريوزس مش ادينومايوزس. فبالتالي دي تيجي تكمبلين من بليدنج سواء مينوراجيا او ماتروراجيا؟ لا خالص، هو بين، هو بين. عشان كده لما بنتكلم على اندوميتريوزس هو بين، مفيش يعني السيمبتومز بتاعتنا بين، مفيش بليدنج خالص. ممكن تبقى معاها انفيرتيليتي اه ممكن طبعا، لكن هو بين، ما عندناش اي طريقه او اي اكسبلانيشن انه يحصل لها بليدنج، غير لو معاها بقى اسوشيتد هايبر استروجينيك ستيت. فهايبر استروجينيك ستيت دي عملت لها فايبرويد او عندها عملت لها اندوميتريو هايبربليزيا، فيبقى الكوز اوف بليدنج هنا كان الاندوميتريوزس؟ لا، الكوز اوف بليدنج كان الفايبرويد الاسوشيتد او الاندوميتريو هايبربليزيا الاسوشيتد، مش الاندوميتريوزس اتسلف. وانت دايما لما بتتسال على حاجه او يجي لك كيس او ام سي كيو او كده، انت بتسال على الدايركت ريليشن وليس الاندايركت ريليشن. اه طب ما هي جالها بليدنج بس مش ديو تو اندوميتريوز، اندوميتريوز بير سي ما تعملش، لكن عشان الاسوشيتد هايبر استروجينيك ستيت. لو ما عملتهاش الهايبر استروجينيك ستيت دي فايبرويد مش هيحصل لها بليدنج، لو ما عملتهاش اندوميتريوز هايبربليزيا مش هيحصل لها بليدنج. يعني لو الهايبر استروجينيك ستيت دي عامله لها فقط اندوميتريوز، الست دي عمرها ما هتيجي تشتكي من بليدنج خالص، هي بتشتكي بس من بليدنج عشان معاها حاجه ثانيه غير الاندوميتريوز. لكن الاندوميتريوز بير سي تعمل لنا اه بين طبعا وتعمل لنا انفيرتيلتي. احنا بس بنشوف كده الاندوميتروزس ممكن تعمل ايه. في سؤال في اللي انا قلته ده واضح؟ دكتور هي ممكن تعمل انترنال بليدنج؟ مش لا مش انترنال هامرج، عمرها ما تعمل انترنال هامرج لانه مش بليدنج كتير. ده هي اصلا المنسز كل اللي بينزل في المنسز قد ايه؟
30 50 مللي بالكثير. وخلي بالكم الاندوميتروزس ده بيبقى معاه برده بليدنج من بره او منسس عاديه بتجيلها بره، وقليل قوي الجلانز دي يحصل منها كده يعني نقطه يحصل لها ابزوربشن للبلازما اللي موجود ده وبعدين فايبروزس، فعشان كده تعمليها ادجيشن. لكن عمر ما اندوميتروزس تجيلك بانترنال هامل. ايه لو حصل ركتشر للشوكليت سيست دي؟ مش هتيجي من انترنال هامرج، ده تشوكليت ماتيريال تعمل لها اريتيشن ممكن اكيد ابدومن بتاع، لكن ما تعملهاش انترنال هامرج، لان هو ده حتى اخره هيبقى كام ملي يعني، ده الاجري كله قد ايه، عشان التشوكليت سيست اللي جواها لو نزل منها شويه تشوكليت ماتيريال فيسد ماتيريال كده موجوده في الدوجلاس باوتش تعملها اريتيشن اند سيفير بين، لكن ما تعملناش انترنال هامرج، مفيش هامرج كده يحصل. طب ده اتفضل افندم سكندري تول اديجنز دي، ما هو الاندوميتروزس لازم بتعملي اديجن، ده طبيعي، ده السيكونس الطبيعي للاندوميتروزس عشان وجود الاندوميتريا جلانز الهيلينج بتاعها باي فايبروزس تيجي الفاجوسيتيك سيلز، فلازم يحصل هنا فايبروزس، ما فيش اندوميتروزس من غير اديجنز، اندوميتروزس ايكوال اديجنز، يعني هو نفس الباثولوجي بتاعها ان هو اديجن، مش ان حاجه ثرو، لا هي دايركت باثولوجي بتاعها ان هو لازم يحصل اديجنز. فطبعا عندنا اديجنز قفلت لنا الفالوبيان تيوبز دي هنا، خلاص يبقى احنا كده عندنا بايلاترال تيوب الاوبستراكشن، فحصل لنا الانفيرتيليتي هنا ديو تو البريتونيال فاكتور اللي هو الاديشن موجوده في البريتون او تيوب الفاكتور، ان التيوبز دي حصل لها اوبستراكشن، فالانفيرتيليتي تحصل من الاديشنز اللي موجوده. سؤال هناك ها؟ بيحصل النورمال فلو طبعا، يعني الست اللي عندها اندوميتروز او البنت اللي عندها اندوميتروز بيجي لها منسز عاديه جدا، بس برضو بيحصل فيها ريتروجريد منستريشن، يعني دي الثيري اللي بتكسبلين وجودها ليه، لان هو ده فتحه موجوده، ايوه بس مش ده الطريق الطبيعي، عشان كده مش كل المنسز بتنزل كده، ده فيري ماينر اندوميتريا جلاند هو اللي بيحصل لها شادنج بريتروجريد، لكن مش كلها بيحصل لها شادنج، والطبيعي حتى مع وجود هذا الشادنج ان هو يبقى فاجوسايتوز، ما يقدرش ان هو مستمر. طب ايه اللي بيخليه؟ برضو ده ممكن يبقى اكسبلين بالجينيتك والاميونولوجيكال فاكتور. اوكي بيحصل والله العظيم بيحصل، بينزل لها منسز عاديه جدا، مش هتيجي تقول لك عندي مثلا كميه المنسز قليله خالص، منسز عاديه جدا جدا جدا، ده جلانز يا دكاتره، الجلانز دي انت مش هتشوفها بالعين المجرده، انت اللي بتشوفه البيرن ماتش، انت مش بتشوف الجلانز، انت بتشوف النتيجه بتاعه الجلانز اللي هو النقط بتاعه البليدنج اللي حصلت، وبعد كده حصل بس هذا البليدنج بقى الهيموزيدر ليدن ماكروفاج، بتبقى ماكروفاج فيها هيموزيدر هي دي اللي انت بتشوفها، لكن غير كده هو بيحصل لها منسز عاديه، بس في شويه جلانز ممكن ان هي تبقى شادد ريتروجريد فتعمل لك هذا المنظر. اوكي فده بالنسبه للباثولوجي بتاعنا اللي هو ممكن يبقى فالفيك اندوميتروزس بهذه المناظر اللي احنا شايفينها اللي هو بيرن ماتش الصغيره او انسايد ذا اوفري اللي هي بتعمل لنا تشوكليت سيست. عندي سؤال وركزوا وانتم بتجاوبوا عليا، لو قال لك الست دي عندها تشوكليت سيست على الاوفري، ده بيسيجنيفاي ان الست دي عندها ايه على الاوفري؟ chocolate cyst equal endometriosis، هل الجمله دي صح ولا لا؟ ليه لا؟ ها يعني chocolate cyst equal ان الست دي عندها endometriosis في الاوفري، هل الجمله دي صحيحه ولا غير صحيحه؟ مين بيقول اه صح؟ مين بيقول لا مش صح؟ ليه لا مش صح؟ ها فندم بالظبط كده، احنا بنقول chocolate cyst دي وصفينها على ايه؟ على هامرج انسايد ذا سيست اوف ذا اوفري، هامرج انسايد سيست، حتى لو مثلا عندها كوربس ريتيم سيست وحصل فيها هامرج هتعمل لنا لونج ستاندنج هذه الشوكليت سيست، حتى لو اي سيست في سمبل سيريس سيست وحصل فيها هامرج لونج ستاندنج هتعمل لنا شوكليت سيست، فمش كل الشوكليت سيست هي اندوميتروزس، خلاص؟ مش كل الشوكليت سيست هي اندوميتروزس، او بنقول عليها اندوميتريوما طالما ان هي بقت عامله لنا اوما كده يعني ماس او سيست فبنقول عليها اوما اندوميتريوما، فمش كل شوكليت سيست هي اندوميتريوما. طب هل كل اندوميتريوما هتعمل لي شوكليت سيست؟ ها؟ كل اندوميتريوما تعمل لي شوكليت سيست؟ مين بيقول اه؟ مين بيقول لا؟ مش كل ليه لا برضو؟ اندوميتريوما يعني طالما قال لك في اندوميتريوما ده معناها ان في شوكليت سيست ولا ما فيش؟ ها؟ ردوا عليا يا دكاتره، يعني بيقول لك ان هو عمل سونار وبيقول لك ان هو picture suggestive of endometrioma، دي ممكن تشيل كلمة endometrioma وتحط مكانها chocolate cyst وتبقى صحيحة 100% ولا لا؟ مين بيقول اه صحيحة 100% ان الاندوميتريوما دي هي chocolate cyst؟ وطبعا لازم تبقوا اه انتوا مفكرين على الفخ ماشي هايل، بس لازم يبقى في explanation للكلام ده، يعني انتوا مثلا العكس قلتوا لي مش كل chocolate cyst تبقى endometriosis، لان ممكن تبقى بس bleeding inside the cyst، ف
فبالتالي مش كل تشوكلت سيست هي اندوميتريوزس. بس هل كل اندوميتريوزس او اندوميتريوما تبقى بيتقال عليها تشوكلت سيست؟ مين بيقول ايوه؟ مين بيقول لا؟ لا نخلص، ده معظمكم ما بيقولوش حاجه. اللي ما بيقولش حاجه ده ليه يا جماعه؟ الموضوع ما فيهوش كده يعني، ده حاجات سهله، ده حاجات منطقيه. احنا عندنا سيست لونها بني، ايوه السيست لونها بني دي عشان في بليدنج حصل جوه، ايوه يعني لازم تبقى اندوميتروز. لا مش شرط، اي بليدنج حصل جوه السيست. طب عندك واحده بيقول لك في بليدنج حصل جوه السيست، البليدنج اللي حصل جوه السيست دي مش شرط تبقى اندوميتريوما. طب الاندوميتريوما لازم تبقى بليدنج جوه السيست؟ الاندوميتريوما الاندوميتريا جلاند اللي بيمنستريت ده لانه هيعمل لي بليدنج؟ ايوه طبعا. امال يعني هيعمل ايه؟ امال ممكن يجي بنظر ايه تاني؟ يعني الاندوميتريوما دي هتجيلي بنظر الاندوميتريوما. طبعا كل اندوميتريوما هتبقى تشوكلت سيست، لكن مش كل تشوكلت سيست اندوميتريوما. يا جماعه ده بديهيات، يعني الكلام ده مش هتلاقوه مكتوب ولا بيتشرح. يتشرح ليه؟ ده بديهيات، ده المفروض انتوا اللي تبقوا عارفينه كده لوحدكم، مش كده ولا ايه؟ ده حاجات بديهيه. ف الشوكلت سيست دي يعني طالما قال شوكلت سيست كويس، يبقى انت عندك ديفرنشال دايجنوز. لكن لو قال لك اندوميتريوما انت ما عندكش ديفرنشال دايجنوز، هي اندوميتريوز خلاص هتبان في ان ذا فورم اوف شوكلت سيست. طيب سؤال تاني، لما يجي لك ريبورت الترا ساوند، خلاص يجي لك ريبورت الترا ساوند، اني ادق ان انا اكتب مثلا ان موجود على الاوفر شوكلت سيست ولا اكتب موجود اندوميتريوما؟ او ده المنظور الريبورت بتاع الالتراساوند ريبورت، ان هو لو دي سيست كويس اهي، سيست بتبقى هيزي كده، هيزي لانه الحاجات اللي هو الكلير هي اللي بتبان لك جت بلاك، لكن الحاجات البيضاء الكوشويس بتاعتها بتبقى عاليه قوي، دي اللي هي بتبان لك اللي هو زي الفيمر الحاجات البونز. كل ما تبقى تورز الكوشينستي عاليه قوي كويس، اللي هي بتبان لك لونها ابيض خالص، لكن اللون الميه مثلا او اليورين او الكلام اللي فيري كلير ده بنقول عليه ايكولوسنت او بيبان جاست بلاك. اللي بين البنين ده اللي هو ايه؟ عشان اصل في دم جوه، اصل في باس جوه، يعني في حاجه تيشو كده هيتروجينس انسايد. فلو جالك ريبورت الالترا ساوند بيقول لك ان هو ايه شكلها كده دم، يعني هما بيشوفوا مش ممكن تبقى باس. ليه مش ممكن تبقى باس؟ جنرال كونديشن. مش عندك عيانه؟ انت الكلام ده على عيانه قاعده على السرير وانا بعمل لها سونار، مش كده؟ في عيانه قدامي ممكن يبقى كلوزد وباس وابسس والعيانه قاعده كده وانا عماله بقى واحنا قاعدين بنتكلم مع بعضينا، ولا في فيبر ولا في طبعا لا. فديفنتلي مش ممكن ده يبقى باس، ما هو ما قداميش غير انه يبقى باس يا اما بلاد. خلاص ما هي باس يا بلاد. اللي ممكن تبقى مستحملاني طبعا اكتر وما عندهاش جنرال كونديشن ولا فيبر ولا مش عارف الحاجات اللي هي بتاعت الانفكشن والانفلاميشن، هي الست اللي هيبقى عندها بليدنج. فبالتالي الريبورت بتاع الالترا ساوند هيقول لي ما هو ده بلاد انسايد او بلاد انسايد اوفري او يعني اللي هو تشوكلت سيست لان هي بتبقى تشوكلت سيست. فهل الادق او لو بصيت بالمنظار باللاباروسكوب انت شايفها بقى تشوكلت سيست؟ خلاص صح، مش بالمنظار، احنا شفنا الصور ان احنا شايفينها تشوكلت سيست، فهيجي لي ريبورت او الريبورت بتاع المنظار او الريبورت بتاع الالترا ساوند يقول لي تشوكلت سيست ولا اندوميتريوما؟ تشوكلت سيست. ليه؟ الاندوميتريوما دي امتى اقولها؟ باثولوجيكال. مفيش حاجه اسمها باي لابروسكوب اتز ان اندوميتريوما، لا انا لازم ابص عليها تحت الميكروسكوب واشوف الاندوميتريا جلاند عشان اقول عليها اندوميتريوما. لكن انا بالمنظر بالعين المجرده اقول عليها تشوكلت سيست زي ما شفنا بالسونار، زي ما شايفين بالسونار دي او زي ما شفنا باللابروسكوب، دي تشوكلت سيست، اقول عليها تشوكلت سيست كويس، يعني اقول على المنظر ده تشوكلت سيست. طبعا اقول عليه ده تشوكلت سيست عادي جدا، ان هو بقى عملت منظار وقلت ان هو فيه مثلا رايت سايد تشوكلت سيست، عادي خالص، ده طبيعي. لكن ما اقدرش اقول رايت سايد اندوميتروزس، لا، لما ابعتها باثولوجي اخد السيست دي وابعتها باثولوجي يشوفوا السيست وول يقولوا فيه اندوميتريا جلاندز، يقولوا لي كده. ممكن اقول بيكتشر سجستيف اوف اندوميتروزس، ممكن، لان من الديفرنشال دايجنوزس. لكن ما ينفعش اقول اندوميتريوما غير لما يكون معايا باثولوجيكال. دي بس كده حاجات عشان تبقوا انتوا فاهمين، يعني مش كل الكلام يتقال عادي، يعني لا مش عادي، يعني كل حاجه ليها الرولز والريجوليشنز والاساسيات بتاعتنا عشان احنا فاهمين احنا بنتكلم نقول ايه. طيب احنا كده شفنا المنظر بتاع الباثولوجي ان هو ممكن يبقى بلفت او اكسترا بلفت. طب ليه ممكن ده كده بيننا وبين بعض يعني بنتحدث؟ ليه ممكن يبقى فيه اندوميتريوزس على الابيزيوتومي ووند او اندوميتريوزس على الفانشتيل ووند او اندوميتروزس على الامبيليكس؟
تبقى اكسبلايند ازاي؟ مين يقول لي اكسبلانيشن ليه وجود اندوميتريوزس في الامبليكس؟ على فكره بتتشاف يعني اندوميتريوز في الامبليكس، وتيجي الست دي كومبلينت تقول لك ايه، انا مع كل منسس بلاقي ان هو في الكلكوعه دي اللي مضايقاني بتكبر وتبقى فيها بلوش ديسكالوريشن، وبعدين بعد ما المنسس تخلص الكلكوعه دي ما تبقاش موجوده، بتبقى بين في الجورنج المنسس وخلاص، لان هي بتمنستريت برده بتمنستريت فيها، وبعدين بعد كده يبتدي يحصل ابورشن فترجع تاني، فيبقى في الكرونيك بين اللي موجود بس مش البين الاكزاسربيتد اللي كان موجود جورنج منسس جورنج منستريشن. نفس القصه برده ممكن تبقى موجوده في الابيزيوتومي. انتوا عارفين يعني ايه ابيزيوتومي؟ الفيزيوتومي ده البرينيال، لو واحده بتولد طبيعي فاجينال ديليفري ولقينا ان الفالفا الاوبننج دي ضيقه والبيبي مش عارف يطلع، فساعات بنوسع هذه الفالفا الاوبننج ان احنا بنعمل انسيجن في السكن والسوبرفيشال برينيال ماسلز والفاجينا، بحيث ان احنا بنوسع الطريق بس للبيبي، دي اسمها ابيزيوتومي. عارف الفيزيوتومي دي فتحه احنا بنعملها ايفاجينيك، بدل ما البيبي هو طالع يعمل رابتشر للبرينيال راندوملي، فاحنا بنعمل هذا الوند. لو لقينا ان هو الفالفر رينج او فتحه الفالفا دي صغيره على راس البيبي وهي طالعه، فبنروح عاملين فتحه كده اسمها ابيزيوتومي، اللي هو بناخد بالمقص السكن والسوبرفيشال برينيال ماسلز والفاجينا. طبعا بعد ما البيبي يتولد والبلاسنتا تتولد ببتدي اخيط تاني الفاجينا والسوبرفيشال برينيال ماسلز والسكن. طب ليه السكن ده ممكن يحصل فيه اندوميتريوزس؟ ها ايه رايكم؟ ايوه بالظبط كده، ما انا الجلافز بتاعتي انا فيها ديسيديو طبعا عادي، يعني مش انا مولده الست والبيبي والبلاسنتا ومش عارف ايه، فطبيعي انه بيحصل شادنج من الديسيديو اللي هو السكريتوري اندوميتريوم بتاع الحمل اسمه ديسيديو. فلو في الجلافز بقى امبلانتيشن وانا بخيط، او نفس القصه برده في السيزاريا سكشن سكار وانا بعمل، او الامبليكس، ما هي الامبليكس في الفيلد بتاعي ان هو لو حصل انفاجينيشن زي الانكلوجن ديرمايتسيس نفس الفكره، انفاجينيشن للتيشوز دي والتيشوز دي بالماكروفاج او الامنولوجيكال رياكشن بتاعه الست ما حصل لهاش فاجوسايتوزس وفضلت موجوده، يبقى بعد كده هتكون لي اندوميتريوزس. ده اكسبلين، دي برده ثيريز، كل ده ثيريز يكسبلين وجود مثلا ممكن اندوميتريوزس في الابيزيوتومي ووند او في الامبليكس او في الكانشتيل سكار، عشان لو فولوينج ديليفري وانت بتولد العيانه حصل حاجه زي كده. طيب ده بالنسبه للباثولوجي اللي هو السايت والسايز، ممكن السايز يبقى من بيرن ماتش لحد تشوكليت سيست، وممكن تريتش اني سايز للتشوكليت سيست دي، وممكن تبقى بالفيك او اكسترا بالفيك. في سؤال لحد الباثولوجي؟ كلينيكال بيكتشر، تايب اوف ذا بيشنت، الست دي شكلها ايه؟ يعني صغيره ولا كبيره؟ سنها قد ايه؟ تشايلد بيرنج بيريد، وايت ريسز اكتر ولا بلاك ريسز؟ وايت ريسز اكتر هم اللي هيكومبلينوا من حاجه زي كده، على عكس الفايبرويد كان في البلاك ريسز اكتر، اوكي؟ على عكس الفايبرويد، فدي بتبقى هاي سوشيو ايكونوميك تشايلد بيرنج بيريد، كومبلينينج اوف بين او كومبلينينج اوف انفيرتيليتي، لكن ما عندهاش اي حاجه فيها بليدنج، يعني ده شكل العيانه، ومهم قوي ان احنا نعرف شكل العيانه، عشان مش كل عيانه احط كل الكتاب ديفرنشال دايجنوزس، فبالتالي ده شكل العيانه بتاعت الاندوميتريوزس. سيمبتومز هتشتكي من ايه؟ بين، كل انواع بين بقى اللي انت عارفها، وكل انواع بين انت عايزها، كرونيك بلبيك بين طبعا موجود على طول عندها فايبروزس. طيب المنسس هتيجي ببين اكتر؟ ده اكيد، ده هي على طول اول ثرو عندها كرونيك بلبيك بين اللي هيبقى اكسسبيتد ديورنج منسس، لان المنسس دي مش بس منسس اللي فيها الشايف اوف بين اللي موجود العادي بتاعها، لا دي فيه بلبيك كونجشن عندنا، عشان وجود باثولوجي يبقى عامل لنا بلبيك كونجشن، يبقى عندنا هنا سكندري ديسمينوريا كويس، كونجستد ديسمينوريا، بلس ان هو المفروض ان الكونجستد ديسمينوريا دي يا دكاتره وانس انه بيحصل فلو البلبيك كونجشن ده بيقل، فبالتالي من خصائص الكاركترستكس بتاع السكندري ديسمينوريا ان هو وانس ان هو حصل بلاد فلو، يعني حصل لها المنسز ابتدت انها تنزل، البين على طول بيبتدي يبقى ريليف، يعني هي البين ده بيبقى عندها من قبل المنسز عشان البلبيك كونجشن يوم يومين قبل المنسز، وبعدين وانس ان هو يحصل بلاد فلو الكونجشن هيبتدي يبقى ريليف، فبالتالي البين ده هيبقى ريليف. طب بالنسبه للست اللي عندها اندوميتريوزس لما يحصل طبعا بلبيك كونجشن طبعا موجود لان عندي باثولوجي في البلبس فهيحصل بلبيك كونجشن، يبقى البين هيبقى موجود من قبلها بكام يوم. طب تيجي المنسز تبتدي تنزل، البين ده هيزيد ولا هيقل؟ ايه رايكم؟ يعني هيبقى زي البين العادي ان هو وانس ان هو يحصل فلو للبلاد البين ده هيقل؟ خلي بالك هو ايه اللي بيحصل؟ ما هو في اندوميتروزس موجود، يعني حتى لو مثلا في الاوفري في اي حته ثانيه هيحصل برده ستريتشنج والباثولوجي، لانه بيحصل منستريشن، بيحصل منستريشن انسايد الكلوز كافيتي دي لو هي اندوميتريوما او انسايد الدوبلس باوتش او الحاجات دي. طيب هل ده يزود البين ولا يقلله؟ يزوده. فدي وانس ان المنسس تبتدي تنزل، لا ده البين ده هيزيد وبعدين يقل بقى بعد كده لما المنسس تروح خالص، لما يبقى ما فيش بليد
بليدنج بره وبليدنج جوه في السبوتس اللي موجوده دي. فبالتالي فيري كاركترستيك بيكيولير تايب اوف بين هنا بنقول عليه كريشندو. دي كريشندو زي بالظبط السلم الموسيقي ان هو يعلى كويس وبعدين ينزل. فايت فيري كاركترستيك الديسمينوريا بتاعتها. هي سكندري ديسمينوريا بس مش زي السكندري ديسمينوريا العاديه. دي كريشندو دي كريشندو تايب كريشندو دي كريشندو يعني بتعلى مع المانسس وبعدين تنزل بقى بعد كده. ففيري كاركترستيك الديسمينوريا بتاعه الاندوميتريوزس لان هي سكندري ديسمينوريا بس نوت ريليف باي ذا ايميديت بلاد فلو. لا دي بتزيد مع الايميديت فلو لانه برده بيبقى فيه منستريشن جوه فبيزيد مع الايميديت فلو. وبعدين تبتدي بقى يقل بعد ما المانسس تروح خالص او يبتدي هذا الفين يقل تبقى هي بين فري. لا تفضل بالكرونيك بلبيك بين اللي هي فيه. يعني هي اول ثرو عندها كرونيك بلبيك بين عشان الباثولوجي اللي موجود. يزيد مع المنسز ومع الفلو بتاع المنسز يزيد قوي وبعدين يبتدي ان هو يقل بعد ما المنسز تروح. طب اخبار السكشوال انتركورس هل عندها ديسبارونيا بين جورينج انتركورس ولا لا؟ جدا. ده احنا بنقول كل الباثولوجي او معظم الباثولوجي بيبقى موجود في الدوجلاس باوتش وفي الاوفريز. فبالتالي تروما جورينج انتركورس كويس. ما هو الانتركورس يعني بيبقى اكتر في البوستيريور فورنكس. البوستيريور فورنكس اللي هو ريليتد لليوترو سيكريت والدوجلاس باوتش والاوفريز اللي موجوده. فبيحصل تروما للحتت اللي هي فيها انفلاماتوري رياكشن. ما كل ده اول تروما عشان كده في كرونيك بلبيك بين عندها انفلاماتوري رياكشن جوينج اون. فبالتالي جورينج انتركورس بيبقى عندها سيفير بين. سوبرفيشال ولا ديب ديسبارونيا؟ سوبرفيشال يعني افون انتروداكشن يعني عند الفايفا ولا ديب اللي هو افتر انتروداكشن؟ طبعا ديب ديسبارونيا. طبعا تيجي تشتكي من ديب ديسبارونيا. يبقى التايبس اوف بينز بتاعتنا ان هو هيبقى عندها ديسمينوريا. اني تايب اوف ديسمينوريا؟ سكندري اللي هي كريشندو دي كريشندو. هيبقى عندها ديسبارونيا. اني تايب اوف ديسبارونيا؟ ديب ديسبارونيا بالظبط كده. ممكن يبقى عندها ديسكيزيا. ممكن يعني ايه ديسكيزيا؟ كيزيا يا جراحة ها؟ افونديفيكيشن بالظبط كده زي ديسيوريا بين افون يورينيشن. امتى يجي لها ديسيوريا او ديسكيزيا؟ لو ها؟ لو ايه؟ لو ريكتم انفولد. مش شفت اول صوره خالص كان فيه على الريكتم ممكن يبقى في اليورينري بلادر ممكن يبقى موجود في الانفس دي ممكن. فلو ريكتم انفولد او لو اليورينري بلادر انفولد طبعا هيبقى عندها ديسيوريا. يعني لما تيجي يورينيت ممكن يبقى فيها difficulty during urination او ممكن يبقى عندها كمان dyskinesia difficulty during defecation menstruation او defecation. طب ممكن يبقى عندها hematuria. hematuria يعني bleeding blood في ال كويس. امتى يبقى عندها hematuria؟ ها لو الاندوميتريوز ده موجود جوه اليورينري بلادر inside the urinary bladder. طب قول ثرو يبقى عندها hematuria ولا لا؟ وقت المنسس بالظبط كده. عندها هيماتوريا وقت المنسس لان هي كل ده بيبليد وقت المنسس. فوقت المنسس فعلا يبقى عندها هيماتوريا. لكن غير كده الجلانز دي موجوده مش بيحصل لها شادين غير وقت المنسس. وبتبتدي يحصل لها رينيول تاني من وجود الاستروجين مع المنسس اللي هو زي بالظبط الفيزيولوجي اوف ذا منسترال سايكل. تبتدي تكبر وبعدين تبقى شادد امتى؟ وقت المنسس. فبالتالي ممكن يجي لها هيماتوريا during menstruation. فطبعا دي حاجه بتبقى تقول لك انا لما بعمل menstruation وقت المنسترويشن بلاقي انه البلاد اليورين كمان بيبقى فيه هيماتوريا. طبعا دي كلها حاجات احنا بنفتح دماغنا بنعمل. انت مش دايما راسك والمخك ده بتقعد تعمل له دايما تريننج عشان ما يصديش مش كده ولا ايه؟ بازل مش عارف صدوق وبتاع يعني مش كده ولا ايه؟ عشان والحاجات دي على فكره هي اللي بتخلي حد يجيله ممكن الزهايمر وحد لا على طول بيترين المايند بتاعه. ده لما كنا بنقعد نحل ماث بروبلمز ونبقى فرحانين بيها ونحلها وكده كل ده بيترين المايند بتاعك فبيخليك على طول انك انت ده المايند بتاعك شغال. فده بقى احنا بنفكر مع بعض. يبقى احنا بنتكلم على سيمبتومز. عرفنا تايب اوف ذا بيشنت شكلها ايه. عينات الاندوميتروز دي لازم طبعا تبقى تشايلد بيرنج بيريد اكتر في الوايت ريسز اكتر في الهاي سوشيو ايكونوميك ستاندرد. وهتجي لي كومبلينينج اوف بين هو ده الكومبلين. طبعا ممكن تبقى انفيرتيليتي واكسيدنتلي ديسكفرد معاها وانا بعمل لها بقى الانفستيجيشنز بتاعتنا ان انا الاقي معاها بي. في سؤال في السيمبتومز؟ ساينز دايما احنا عشان نبقى مخنا مرتب وما ننساش حاجه. الساينز دي احنا بنعمل اكزامينشن لايه؟ جنرال وبعدين ابدومينال وبعدين لوكال بي في او بي ار. وزي ما قلنا بالظبط في الفايبرويد وقلنا ايه الحاجه اللي بنشوفها في الجنرال اكزامينشن مهمه بالنسبه لنا كانت فالور انيميا لان هو اساسيها بليدنج فلازم اشوف فيها البليدنج ده عامل لنا درجه انيميا ولا لا. وقلنا برده في الابدومينال اكزامينشن في الفايبرويد طبعا بشوف اذا كان في فايبرويد لارمنج بوصل لحد الابدومين ان هو اكتر من 12 اسبوع اليوترس وحكينا قصه الاسابيع دي. وبعدين قلنا البي في اكزامينشن. طب نيجي نطبق
هنطبق الكلام ده هنا برضو. عايزين نعمل جنرال اكزامينشن، ابدومينال اكزامينشن اند لوكال اكزامينشن. جنرال اكزامينشن هلاقي ايه؟ هلاقي انا عامل ايه؟ هلاقي ايه في ما احنا قلنا مفيش بليدنج، فبالتالي احنا جنرال اكزامينشن بتاعت هلاقيها اه متالم يعني مش على طول يعني، ما هي مش جايه لي في الاي ار مش كده، مش جايه لي طوارئ اكيوت ابدومين، لا هي حتى لو عندها كرونيك بلفيك فين مش هيبقى باين عليها الامتعاض بتاع مثلا، لان انا بس بشوف جنرال اكزامينشن، انا مش بقى ليس تندرنس، انا مش بحسس واشوف يعني، مش كده ولا ايه؟ جنرال اكزامينشن مش هلاقي فيها حاجه. ابدومينال اكزامينشن هلاقي اي ابدومينال انلارجمنت؟ ايه رايكم يا دكاتره؟ ما فيش الا اذا ها لو في شخلسس او اندوميتروما، بالظبط كده لو في اندوميتروما فدي بتبان لي ابدومينال، لان هو اليوترس احنا اتفقنا ان هو فالفي ابدومينال اورجن، فهو بتحسه بالاسابيع لان هو بارت منه لازم يبقى في الفالفس، انت مش هتحسه غير بالبي في اكزامينشن، فبالاسابيع الحمل ايكوال اسابيع الحمل، لكن الاوفري ده اتس ان ابدومينال اورجن مش فالفيك اورجن، فبالتالي لما بيقلاج تورد الابدومين، فممكن انك انت تشوف يعني في ديستنشن على ناحيه او يعني انلارجمنت على ناحيه احتمال، بس هو طبعا الاندوميتروزس اكتر يجي في الدوجلاس باوتش واليوتروسيكرال عن ان هو يجي لك في الاوفري ومفهمش السيرفيس اوف ذا اوفري ده ديب ويعمل لك شوكليت سيست. طيب يبقى ده بالنسبه للساينز جنرال اند ابدومينال، ممكن ما الاقيش حاجه خالص. بي في اكزامينشن الاقي ايه؟ ها؟ اه الاديشن دي هحسها ازاي؟ هو نورمال اليوترس لما اجي اعمل اكزامينشن بي في يعني سبعين جوه، دول مش هحس بيهم حاجه غير لو في حاجه في السيرفيكس. باي مانيوال اللي هو ايدي الثانيه على بطن العيانه، في الباي مانيوال اكزامينشن الاديشنز دي هعرفها ازاي؟ هو نورمال اليوترس فريلي موبايل ولا نوت فريلي موبايل؟ فريلي موبايل. اي في اف ولا ار في اف؟ انتي فيرتد فلاكسد يوترس ولا ريتروفيرتد؟ انتي فيرتد. يعني نورمالي 85% من الستات اليوترس بتاعهم اي في اف، و15% ده نورمال فاريانت، نورمال بقى زي الار اتش بوزيتيف والار اتش نيجاتيف، نورمال فاريانت ار اتش بوزيتيف 85% من البوبيليشن و15% ار اتش نيجاتيف، نفس القصه نورمال فاريانت 25% 85% سوري من البوبيليشن اي في اف يوترس فريلي موبايل، و15% ار في اف فريلي موبايل ولا نوت فريلي موبايل؟ برضه فريلي موبايل، عشان ما فيش ادهيشنز. طب امال انا لو جيت اعمل اكزامينشن لواحده ست عندها اندوميتروزس وعندها فروزن فالفس او سيفير ادهيشنز موجوده، هي الادهيشنز بتبقى ورا اليوترس ولا قدام اليوترس؟ ورا اليوترس، ما كله هو شايفينه، ما فيش حاجه قدام اليوترس، هو كله ما هو ريتروجريد منستريشن، فكله توجلس فاوتش يوترس ايكرال اوفريز، فكله ورا اليوترس، فبالتالي هلاقي اليوترس ده اي في اف ولا ار في اف؟ ار في اف فيكسد ولا فريلي موبايل؟ فوانس انك انت جيت تعمل اكزامينشن لقيت اليوترس ده ار بي اف، طب ما ار بي اف نورمال فاريانت، احاول ان انا احركه كده قال لي لا فيكسد، ار بي اف فده بينوت فيكسد ار بي اف يوترس، ده بينوت سيفير ادهيشنز موجوده في الدوجلاس باوتش او بوستيرير تو ذا يوترس. ففعلا لما اجي اعمل اكزامينشن هلاقي فعلا في فيكسد ار بي اف. كل كلمه لازم تبقى فاهم هي ليه، مش نحفظها كده وخلاص. اه فيكسد، ليه؟ عشان الادهيجنز. ليه ار بي اف؟ لان كل الباثولوجي موجود ورا، فبيشد اليوترس لورا فيعمل لك فيكسد ار بي اف يوترس، ايه تاني ممكن اشوفه؟ ايه تاني بالبي في؟ احنا لسه بالبي في اكزامينشن، اول حاجه ممكن نلاقي فيكسد ار بي اف يوترس لو عندي سيفير ادهيجنز موجوده في الدوجلاس باوتش. ايه كمان؟ شوكليت سيس، الاقي ادناكسال ماسس، الاقي ادناكسال ماس على اليمين او الشمال او الناحيتين، وات ايفر. يعني ممكن ان انا الاقي ادناكسال ماس موجوده، عشان الشوكليت سيس دي. ايه كمان؟ الدوجلاس باوتش ممكن يبقى فيه حاجه يا دكاتره؟ اه ممكن يبقى فيه نوديولز موجوده في الدوجلاس باوتش، وانا بعمل اكزامينشن كده الاقي فيه زي نوديولاريتي. هو الطبيعي الدوجلاس باوتش ده ما فيهوش حاجه، ده بيريتون وامتي سبيس، حتى ما فيهوش انتستن، دي كلمه مهمه لو تفتكروها، احنا هنقول البرولابس المحاضره الجايه اللي بعدها، بيبقى ما فيهوش حتى انتستن، فهو امتي ما فيهوش حاجه وما فيهوش ولا نوديولز ولا حاجه. لو لقيت نوديولز في الدوجلاس باوتش اول ديفرنشال دايجنوزس عندي بيبقى اندوميتروزس. لو لقيت نوديولز في الدوجلاس باوتش او الديفرنشال دايجنوزس عندي يبقى اندوميتروزس. ربنا يكرمنا بقى لاخر المنهج في ثلاثه ديفرنشال دايجنوزس لنوديولز في الدوجلاس باوتش. نمبر 1 اندوميتروزس، نمبر 2 كروكنبرج تيومر ده ميتاستاتيك اوفيريان تيومر، نمبر 3 تي بي لو عندها تيوبركلوزس. ده بس عشان نجمع، انا بحب التجميعات دي تبقى حتى من الاول. ايه ده؟ ده مش هبقى لما تيجي تراجع ويبقوا جنبك الثلاثه دول، انا عارفه ان احنا ما خدناش منهم غير اندوميتروزس، في واحده ثانيه هناخدها في الانفكشنز، وواحده اخيره هناخدها في المالجنال تيومرز. بس لو لقيت نوديولز في الدوجلاس باوتش على طول تفكر في يا ده يا ده يا ده، على حسب بقى الكيس جايه لك كلها على ايه، تورز مالجنال اوفيريان ولا تورز ان هي انفكشن وتي بي ولا تورز اندوميتروزس. ف
فهم دول الثلاث حاجات بس، مش في حاجه ثانيه ممكن تعمل لك نودولز في الدوبلس باوتش. يعني لو الكيس جاي لك بيقول لك ايه انا اكزامينشن لقينا نودولز في الدوبلس باوتش، يبقى تحط الثلاثه ديفرنشال دياجنوزز دول عندك وتشوف بقى هي ماشيه مع مين ومش ماشيه مع مين. فبالاكزامينشن بي في اند باي مانوال اكزامينشن كويس، في بي في اند باي مانوال اكزامينشن بلاقي انه في نودولز، ممكن الاقي نودولز في الدوبلس باوتش، ممكن الاقي فيكسد ار بي اف يوترس، وممكن الاقي ادناكسال ماسس اللي هي بتاعه الاندوميتريوما. فده اللي انا بشوفه في البي في او البايمانوال اكزامينشن، وممكن الاقي توتال فري مش كده ولا ايه؟ ممكن الاقي توتال فري، مفيش الكلام ده اساسي مش موجود، واضطر اعمل انفستيجيشنز عشان انفستيجيت البين اللي هي بتقول عليه. هي جايه لي بسيفير بين، عملت لها جنرال اكزامينشن او بايمانوال اكزامينشن مفيش حاجه، عملت بي في كمان ما لقيتش حاجه، بس لازم انفستيجيت هذا البين. فممكن ساعتها لما اعمل منظار لاباروسكوب الاقي فيه بيرند ماتشز، بس مش لدرجه انها تعملي نودولز ولا اندوميتريوما ولا سيفير ادهيجنز اند فيكسد ار بي اف. فلازم نبقى بس يعني ده في الاكزامينشن، ممكن الاقي حاجه من دول او ما الاقيش، او الاقي حاجه منهم او لا. في سؤال؟ في سؤال في الساينز يا دكاتره؟ مش فاهمه يعني ايه بي اف؟ يعني اليوترس باصص لقدام، يعني انت لو جيتي تعملي اكزامينشن في بي بتلاقي اليوترس انتي فيرتد فلاكسد، يعني جاي على قدام على الفاجينا، يعني انتي فيرتد على الفاجينا كده. ار بي اف يعني رايح لورا مش جاي على قدام. هو النورمال اليوترس از اي بي اف ليه؟ عشان وجود الراوند ليجمنت، فالراوند ليجمنت بيشده لقدام، ده طبيعي. طب امال الار بي اف لو الراوند ليجمنت مش شده لقدام كفايه، فلاقوا ان هو طب يعني نورمال فاريانت في 15 في 100 من 60 ان انا الاقيه ار بي اف بس موبايل، يعني بحيث ان هو انا وانا بعمل اكزامينشن كده ده ار بي اف بس اقدر اعدله اي بي اف وكده. طب اخليه ار بي اف عادي زي واحده طويله واحده قصيره، ده نورمال فاريانت. اوكي ده بالنسبه للاي بي اف والار بي اف. في سؤال في الكلينيكال بيكتشر سيمتومز اند ساينز، ايه الانفستيجيشنز اللي بتحب تعملها للعيان؟ الترا ساوند. يبين لي ايه الالترا ساوند؟ ها شوف السيست، تعالوا صوتكم المفروض عارفين دلوقتي الالترا ساوند هيبين لي ايه. الشوكليت سيست كده ممكن يوريني الشوكليت سيست دي، وبنقول عليها جراوند جلاس ابييرنس. في كده برده كي ووردز، لو قال لك في السونار لقينا جراوند جلاس ابييرنس اللي هو بتاع جراوند جلاس ابييرنس بيتكلم على اندوميتروزس، على شوكليت سيست، على شوكليت سيست ديوتو اندوميتروزس كمان. يعني كلمه جراوند جلاس ابييرنس دي زي ما مثلا هناخد في الفيزيكولر مور سنو ستورم ابييرنس، دي على طول فيزيكولر مور جراوند جلاس ابييرنس، يعني بتتكلم على اندوميتروزس وشوكليت سيست. فممكن بالالترا ساوند الاقي الجراوند جلاس ابييرنس اللي هو زي الازازه المتكسر او وات ايفر، يعني جراوند جلاس ابييرنس كويس، فاللي هو البيكتشر سجستيف اوف اندوميتروزس. ممكن بالالترا ساوند الاقي جراوند جلاس ابييرنس. ايه كمان؟ مفيش اي حاجه ثانيه بالالترا ساوند، لانه السمول بيرن ماتشز دي مش هتبان لك بالالترا ساوند، هتبان لك ايه ارتفكت، ما هو اساسا الحته كلها ممكن يبقى فيها الكلام ده، هتفسرها ازاي؟ فهي بس لو عندك اندوميتريوما هو ممكن تبان لك جراوند جلاس ابييرنس باي الترا ساوند. ايه تاني انفستيجيشن يا دكاتره؟ لابروسكوب. ذا جولد ستاندرد تو دايجنوز اندوميتريوزس هو اللابروسكوب. جولد ستاندرد هو ده فعلا، انت تشوف بعينيك بقى البيرند ماتشز او الموجوده على السيرفس بتاع الاوفري في الدوبلس باوتش في اليوترس سيكرال، انك انت تعمل لابروسكوب وتشوف. لابروسكوب هو ده جولد ستاندرد تو دايجنوز. في حاجه سي اي 125، سمعتوا سي اي 125؟ الناس اللي في الجراحه ده تشومر ماركر، بالظبط كده، ده تشومر ماركر بتاع السيلوميك ابيثيليوم. يعني مثل لو هي عندها كانسر كولون، كانسر جي اي تي بتاع ده من السيلوميك ابيثيليوم. ولو فيها كمان باثولوجي موجود في الاوفريز كويس، باثولوجي موجود من السيرفيس ابيثيليوم اوف ذا اوفري، برده السي اي 125 هيبقى عالي، عشان كده هناخده برده كتشومر ماركر للسيرفيس ابيثيليوم تيومرز لما نيجي ناخد الاوفيز. فهو السي اي 125 بيعلق، هو نون سبيسيفيك، نون سبيسيفيك للاندوميتروزس، بس لو لقيته موجود بوزيتيف ده ليه بروجنوستيك فاليو، مش دايجنوستيك لان هو مش سبيسيفيك. يعني ايه بروجنوستيك؟ يعني انا قيسته بيزيكال وبعدين اديت لها تريتمنت، وات ايفر التريتمنت بتاعي كان ميديكال ولا سيرجيكال، ورجعت اقيسه تاني عشان اشوف اذا كان شيز ريسبوندينج تو ذا لاين اوف تريتمنت اللي انا ماشيه بيه ولا شيز نوت ريسبوندينج. لو لقيت ان سي 125 بيقل يبقى شيز ريسبوندينج تو ذا ميديكال تريتمنت اللي انا ماشيه بيه اكمل عليه. لو لقيت ان هو ما بيقلش بيزيد، لا ده معناها انه في اندوميتراتيك جلاندز برده لسه موجوده عماله تفلير اب، فشي از نوت ريسبوندينج تو ذا لاين اوف تريتمنت اللي انا ماشيه بيه، يبقى احسن ان انا اغير هذا اللاين اوف تريتمنت. فبالتالي سي 125 ليه بروجنوستيك فاليو لكن مش دايجنوستيك، لان هو بيعلق حاجات ثانيه كتير. يعني زي ما هنشوف هيعلى في الانفكشن وفي البي اي تي بالبيك انفلاماتوري ديزيز، بيعلى في الاوفيرين، بيعلى في حاجات كمان مش نسا اساسا زي في الكولون والكلام ده. فهو مش دايجنوستيك للاندوميتريوزس بس ليه بروجنوستيك فاليو، عشان كده بنعمله. يعني لو لقينا اندوميتريوزس بنعمل سي 125 البيز بتاعنا بيزك
فاليو، وبعدين بعد كده بعيده وانا ممشيها على تريتمنت عشان اشوف اذا كان شيء ريسبوندينج ويل تو ذا ميجر اوف تريتمنت اللي انا بستخدمها، ولا شيء از نوت ريسبوندينج فلازم ان انا اشيفت لا ميثود ثانيه اوف تريتمنت. يبقى الدياجنوست بتاعنا او الانفستيجيشنز الالتراساوند عشان اشوف عندي جراوند جلاس ابييرنس بتاعت الميديوما ولا لا. طبعا جولد ستاندرد ده لابراسكوبي، بس طبعا ده انفيزيف خلاص. ولو لقيت ان هي عندها اندوميتريوزس يبقى ساعتها بعمل سي 125 عشان الفولو اب بتاعنا وعشان البروجنوستيك فاليو بتاعها. في سؤال في الانفستيجيشن؟ الصوره اللي احنا كنا شفناها دي لان هي بني، او ممكن هي تبقى اندوميتري وما ممكن، يعني كل ده ديفرنشال دايجنوز. بس طبعا لو انا شغاله ولقيت المنظر ده خلاص بقى في تشوكليت ماتيريال وانا شغاله فرقعت مني السيست، هو سهل انها تفرقع ولا لا؟ هو الوول بتاعها، ما احنا عشان نقول سهل ولا صعب لازم نعرف هو الوول بتاعها ثين ولا ثيك. يعني التشوكليت ماتيريال دي والفايبروزس اللي بيحصل جوه وكده هيخلي الوول بتاعنا تصور ان هو يبقى ثين ولا ثيك؟ تيك شويه تيك شويه فين ده لو هو كلير سيرس سيست. لكن لما يكون عندنا دم وحاجات كده بصوا يعني ده ربنا هو اللي عامل. لو هي كانت سين وول كان كلهم هيفرقع صح ولا ايه؟ فلازم تبقى شويه تيك عشان ما مش تفرقع كده من على طول، لانه ده باثولوجي ممكن يبقى موجود وهنشوف اللاينز اوف تريتمنت بتاعته مش لازم سيرجيكال على طول، ممكن قوي تبقى ميديكال. طب ازاي ميديكال وابقى انا مطمنه انها مش هتفرقع لو هي سين وول اللي هو مع اي خبطه كده ولا تتدور ولا تلعب مش عارف ايه تلاقي ان هي فرقعت؟ فلازم تبقى شويه الورتك زي ما الاكسس بيبقى الول بتاعه ثيك عشان جواه فاس اي حاجه فيها هامرج او كده برده الول بتاعها بيبقى ثيك شويه في الاندوميتروز كده فالول ثيك شويه. لو انا وانا بعمل مانيبيليشن حصل ان هي فرقعت طبعا دي بيجي لها ايه ست دي؟ غير البين يعني ممكن يحصل لها ايه لو انا لازم اغسل بسرعه كل اللي انا عكيته ده والدم اللي او الهيموزادرين والماكروفيجس اللي بقت في كل حته لان دي ممكن يجي لها كيميكال بيرتنايتس مش كده ولا ايه؟ فحتى لو هو ده اسيبتك بس ما هو هيجي لها كيميكال بيرتنايتس مش سيبتك بيرتنايتس، فبالتالي لازم اواش الكلام ده كله والا انا اللي جبت لها اديجنز في كل حته، خليت الماكروفاج دي بدل ما كانت موجوده انسايد الاندوميتروما بس خليتها موجوده في البريتون كله بقى وجبت لها فروزن بلبس يعني سيفير اديجنز موجوده في كل حته لدرجه ان هو بقى فروزن زي ما تفتح كده وتلاقي كل الحاجات فروزن وماسكه في بعضها ما تعرفش تفريت اورجنز عن التاني. فده المنظر باي لابراسكوب، ده المنظر باي لابراسكوب. ممكن الاقي البيرنت اللي هو الاديجنز اهي الاديجنز الموجوده ورا كويس. ساعات بتبقى فيلمي اديجنز يعني اللي هي لسه يا دوب متكونه اقدر اقصها، ساعات بتبقى فيري دانس اديجنز ان هو ما بتعرفش انك انت تقصها. ممكن تلاقي البيرن ماتشز دي موجوده في اي حته كويس، يعني هنا لاقينها على الاندر سيرفس بتاعت الدارك فات اهو المنظر بتاعت البيرن ماتشز دي ممكن تلاقيها موجوده في الدوجلاس باوتش او موجوده على الابدومين الول من جوه، يعني في اي حته ممكن تبقى موجوده عندك هذا الاندوميتريوزس. فدي المنظر بتاع الاندوميتروزس في اللاباروسكوب، عشان كده بنقول ده جولد ستاندرد لان هو هيوريك. طيب ايه التريتمنت؟ ايه التريتمنت؟ تعملوا لها ايه الست اللي جايه بتشتكي من يعني هتشتكي من ايه؟ هتيجي تشتكي من الاندوميتروزس؟ لا تشتكي من بين تيجي تشتكي من الفيرتي بالظبط كده، هي جايه تشتكي من شكوى، هي مش جايه تشتكي من الاندوميتروزس، هي جايه تشتكي من شكوى. فبالتالي التريتمنت هيديبند على السيمتومز والسيفيريتي اوف ذا سيمتومز، والتريتمنت هيديبند على if she wants to preserve fertility لان هي لسه نالي هي اكتر تيجي في النالي جرافلا ولا المالتي بارا؟ نالي مش قلنا هايبر استروجينيك ستيت وكده، فالنالي جرافلا طبعا برده اكتر هتيجي اكتر في النالي جرافلا، فبالتالي هي اكتر هتبقى نالي جرافلا فاكتر عايزه تبريزرف الفيرتيليتي خلاص وجايه لك في التشايل بيرنج بيريد وكده. فبالتالي هو انت هتبقى مايندد بايه ايه هو الكومبلين بتاعها والسيفيريتي اوف ذا كومبلين واذا كانت عايزه تبريزرف الفيرتيليتي ولا مش عايزه تبريزرف الفيرتيليتي بتاعتها. فهو ده الفكر بتاعنا واحنا بنشوف التولز او الاوبشنز اللي قدامي عشان اتريت الاندوميتروز. تفتكروا ايه الاوبشنز اوف تريتمنت؟ نايستيرويدل مش بين يبقى نايستيرويدل، يعني بين يبقى انا جازكس يبقى نايستيرويدل. طبعا ده لاين اوف تريتمنت مهم واول لاين بفكر فيه لان هو ولا بيأفكت الهرمونز بتاعتها ولا بيأفكت اي حاجه وفيري كونزرفتيف مانجمنت. ايه كمان؟ اعالج اعالج يعني ايه اعالج الهايبر استروجين؟ يعني اندكشن اندكشن اوف مينوبوز يعني ممكن ادي لها
جي ان ار او سي بيز جاستيشن جي ان ار اتش اجنست كل دول هيعملوا يعني او سي بيز هتدوها ازاي بس عشان اعرف ان احنا ماشيين في نفس التراك ولا لا تدوها ازاي يا فندم كونتينيوس وذاوت ويزدرول انا لو عملت لها ويزدرول عرفتها انا انا بجيب لها منسس كل شهر هي الفكره في الاو سي بيز كونتينيوس لان ايه ده ما هو جايب لنا انتوا او سي بيز ومكتوبه في كتاب او سي بيز ايوه بس كونتينيوس كلمه كونتينيوس دي اهم من كلمه او سي بيز اساسي كونتينيوس دي اهم هو الهدف انك انت ما تجيبلهاش منسس ليه لحد ما تنديوس سودو اتروفي ليه الاندوميتريوم اللي موجود ده انت عايز تنديوس اتروفي هنديوس اتروفي ازاي لو انا بجيب لها منسس ريجولر منسس ما هي هتمنستريت ما بيحصل لها شادي ايوه بس مش بندور بالاكسس صوت يعني ما انا بجيب لها منسس ارتفيشيالي هتمنستريت برده بس جوه مش بالنورمال اكسس بس هتمنستريت هتمنستريت وذاوت اوفيليشن بس هتمنستريت وانا مشكلتي في المنستريشن اصلا فانت لو هتدي هرمون طبعا ميديكال طبعا نسيرودل عشان البي ميديكال كونتينوس وكونتينوس دي كلمه مهمه كونتينوس او سي بيز وذاوت فيسترول اديها 3 شهور 6 شهور على بعض ليه على امل ان هو بقى لنا فتره طويله ما بيحصلش منها الرينيول والكونتينوس الرينيول ده وانا بدي جاستجنز لانه الاو سي بيز فيها استروجين فيها جاستجنز والجاستجنز بيكمبيت الاستروجينيك ايفكت على امل ان هو يحصل اتروفي للاندوميتراتيك فوساي اللي موجوده جوه فبدي بانديوس اكنها سودو بريجننسي لانه جاستجنز اكتر فاكنها سودو بريجننسي سودو بريجننسي يعني معنى كده الست دي لو حملت هيحصل ايه الاندوميتروز دي هتزيد ولا هتقل مين بيقول هتقل مين بيقول هتزيد ما هو كل حاجه لازم ليه هو البريجننسي في استروجين بروجستيرون ولا لا اني اكتر بروجستيرون ده اسمه بريجننسي جيستيشن بريجننسي بروجستيرون اكتر فبالتالي البروجستيرون هياخد الابر هاند كويس فبالتالي يحصل لها اتروفي يحصل اتروفي لان مش هيحصل منستريشن منها هتقعد 9 شهور الست دي مش منستريت مش كده مش عندها حمل فمفيش منستريشن وكمان ممكن لو ردها كمان بيحصل لنا لاكتيشن الامينوريه فبرده ما يبقاش عندنا منستريشن فهي لو حملت ده تريتمنت لو حملت ده تريتمنت ليها يعني الناتشرال تريتمنت بتاعه الاندوميتريوسيس ده انها تحمل لان ده ممكن قوي بعديها بعد ما تحمل وترضع ومش عارف ايه ده تيجي بعد كده لا ده انا خفيت ما بقاش عندي البين وما بقاش في الاندوميتروز لان هي اوريدي حصل لها اتروفي في الفتره الطويله اللي ما حصلش منها منسس بقى ورينيول وكلام من ده فبالتالي انت عايز تعمل ايه بتريت السيمتومز لو بس هي مايل بين يبقى هتديها نونستيرويدال لو كان البين ده سيفير وكده وانت عايز توقف لها المنسس يا اما هتدي كونتينوس او سي بيز يا اما تدي كونتينوس جاستاجنز خلاص يا اما تنديوس جي ان ار اتش بس خلي بالكوا طبعا انت كده ده مش سودو بريجننسي ستيت ده بقى سودو منوبوزال ستيت فبنقلق لو احنا ادينا جاست جي ان ار اتش فور ا لونج تايم ان انت تنديوس منوبوز بالسيمتومز بتاعتها بقى يعني ما الست دي هتحكي لها لو انت قعدت فترات طويله يعني مش بس شهور وسنين تديها سنتين ثلاثه ما هيجي لها منوبوزال سيمتوم زي الاوستيوبروزيس وكده بس دي اوبشنز اوف تريتمنت لازم تبقى احنا عارفينها يعني لو هي مثلا قريبه من سن المنوبوز وكده ممكن استخدم جي ان ار اتش لو هي لا لسه عايزه تبريزرف الفيرتيليتي وبتاع مش هيبقى تمبرري لاين اوف مانجمنت وليس بيرمننت لاين اوف مانجمنت يبقى الاوبشنز بتاعتنا لو حدي هعالج البين انا جازت لو هوقف المنسز عشان على امل ان هو يندوس اتروفي للاندوميتريوم اللي موجود او لو هعمل سيرجري اعمل ايه ايه السيرجريز اللي ممكن تتعمل هنا لو عندي سيست اندوميتريوما دي بعمل لها سيرجري طب الاندوميتريوما دي سيرجيكال ولا مالجنت في كات اوف فاليو يا دكتور يعني ايه كتوبال يعني لو لقينا الاندوميتريوتيك سيست او الاندوميتريوما اكتر من 4 سنتي دي سيرجيكال لو لقيناها سنتي 2 سنتي 3 سنتي لحد 4 سنتي يبقى دي ميديكال ليه هو انا لما بشيل الاندوميتريوما سيرجيكال انا باثر على الاوفيريان ريزيرف الاوفيريان تيشو ولا لا طبعا وبستخدم دايفيرمي وكده فانا باثر على الاوفيريان تيشو لكن لو استخدمت ميديكال لا الميديكال انا مش باثر على الاوفيريان تيشو يعني لو انا اديت لها جي ان ار اتش مثلا وعملت فولو اب للسايز ان هي بتشرينك الاندوميتريوزس لان ما بيحصلش بليدنج وسي 125 عمال يقل وكده فانا مش باثر على الاوفيريان ريزيرف بس الاندوميتريوزس نفسها بتاثر على الاوفيريان تيشو مش كده ما هو المنظر ده واللي عماله تكبر يعني دي بتكمبرس النورمال اوفيريان تيشو وبتكمبرس الفوليكلز وممكن تعمل زي بالظبط في البيتشوتري فاكرين الانتي سيلم بتعمل بريشر اتروفي على الاوفيريان تيشو فبالتالي بنويه البنفيت ريسك ريشيو لان ان هو لو هي كبيره قوي اكتر من 4 سم لا دي بتعمل بريشر جامد قوي على الاوفري فالاحسن ان انا اخش اشيلها حتى لو بستخدم
تستخدم زعفرانيا او كده. لكن لو هي حجمها صغير سنتي 2 سنتي 3 سنتي لحد 4 سنتي دي مش قوي بتعمل بريشر نيكروزس على الاوفيريان تيشو، فبالتالي بستخدم ميديكال. يعني لما بنوي البنفيت ريسك ريشو كل حاجه لازم بعرفين ايه البنفيت بتاعها. البنفيت اوف ريموفال بتاع السيرجري ان انا ايميديتلي بشيلها، اه بس بستخدم دايفيرم كده فممكن اثر على الاوفيريان ريزلت. طب ايه رايك في الميديكال؟ الميديكال تريتمنت انا سايباها ومستنيه اشوف هتروح ولا لا، شهر شهرين ثلاثه، وكل ده برضه بيعمل بريشر اتروفي، لكن في نفس الوقت انا مش بستخدم حاجه اكسترنال على الاوفيريان تيشو. ايوه بس لازم تبقى حجمها صغير عشان ابقى متاكده ان هذا البريشر اتروفي مش هياثر على كل الاوفيريان تيشو. فده بالنسبه للتريتمنت سيرجيكال، يا اما سيرجيكال كونزرفاتيف. كونزرفاتيف يعني شفتش انا يعني كونزرفاتيف يعني وايل بريزرفنج فيرتيليتي. ما انا لما اعملها اوفيريان سيستكتومي انا عم بريزرفنج الفيرتيليتي، يعني مش بعملها حتى اوفيركتومي، انا بعمل اوفيريان سيستكتومي يعني بريموف الاندوميتريال سيست وايل بريزرفنج الاوفري، ده مش بشيل الاوفري خلاص. فكده بالتالي كونزرفاتيف سيرجيكال، يا اما اوفيريان سيستكتومي لو الاندوميتريوم دي حجمها اكبر من 4 سنتي بالظبط كده. فلو الاندوميتريوم دي حجمها اكتر من 4 سنتي بعمل لها لاباروسكوبيك، او طبعا لاباروسكوبيك عشان اقلل الاديجنز، ما انا ممكن اعمل اوبن بس لاباروسكوبيك احسن عشان اقلل الاديجنز لان هي اصلا عندها اديجنز كتير، فانا لو عملت لها اوبن هزود الاديجنز دي اكتر واكتر. فبالتالي اتس بيتر تو جو فور لاباروسكوبيك اوفيريان سيستكتومي. او البوينتس الفوسايد دي ممكن اعمل لها ليزر اتروفي فايجريشن زي دايفيرمي على الحته اللي انا شايفاها دي، بحيث ان البروسيس بتاع الفايبروزس وكده ما يفضلش ان هو مستمر معاه، والبين هو بين اند فايبروزس ما يفضلش ان هو مستمر. فالكونزرفاتيف سيرجيكال انك انت بتعمل لاباروسكوبيك اوفيريان سيستكتومي لو لقيت اندوميتريوم اكتر من 4 سنتي، او لو لقيت الفوسايد بتاعك الاندوميتريوزس دي انك انت تعمل لها ليزر ابليشن او ليزر فوتوكواجيليشن دايفيرمي على الحاجات دي. طيب لو هي جايه لك الست دي عندها سيمتوم سيفير وهي عندها عيال، او هي شي دازنت وانت اني فيرزر فيرتيليتي يعني عندها 45 سنه مش عايزه عيال او ما جابتش عيال او يعني خلاص، فانت ايه الديفينيتيف تريتمنت بتاع الاندوميتريوز؟ جينر ايش بس ده تمبرري، لان انت لو بطلته هيرجع تاني القصه دي. لكن حاجه بقى اللي هو ديفينيتيف اللي هو مش هنفكر في الاندوميتريوز تاني، اشيل اليوترس. ايه رايك لو شلت اليوترس الباثولوجي ده موجود ولا لا؟ ده موجود زي الفل. ده اليوتر ده انت شلت الحاجه النظيفه مش كده؟ شلت الحاجه ما فيهاش باثولوجي، الحاجه النورمال. اليوترس هنا نورمال ما فيهوش اي حاجه خالص، ولا انسايد ولا اوتسايد ولا جوه الكافيتي نورمال، مايميتريا نورمال، كل اليوترس نورمال، نورمال ما فيهوش حاجه خالص. امال الباثولوجي كله فين؟ من الاوفريز مش كده ولا ايه؟ لان الاستروجين ده جاي من الاوفريز وكامل كله من فانت حلك بايلاترال اوفريكتومي، انت شلت كده سورس اوف استروجين لان هو ده اللي عامل لي ان يخلي الفلير اب للاندوميتريوم، فانت حلك اوفيركتومي. طب لو عملت لها بايلاترال اوفيركتومي اليوترس بقى شغلته ايه دلوقتي؟ هيمنستريت؟ لا. هتجيب عيال؟ لا خلاص، هو الوظيفتين وما فيهوش نوم. عشان كده عمرنا ما بنعمل بايلاترال اوفيركتومي من غير ما بنشيل اليوترس. فبالتالي الدفنت التريتمنت هنا توتال ابدونال هيستركتومي اند بايلاترال سيرفنج اوفيركتومي، ايمنج هو البايلاترال سيرفنج اوفيركتومي مش الاستركتومي. الهيستركتومي اليوترس ما فيهوش حاجه، بس انا بشيله لما بعمل بايلاترال اوفيركتومي، يبقى انا مخليه اليوترس يعمل ايه؟ فعشان كده بروح شايله اليوترس خلاص. فعشان يعني لان هو كمان لو انت عايز تديلها، في ناس ممكن تقفل ودانها في الكلمه اللي انا هقولها دي، وناس ثانيه اللي عايزه تصحصح معايا يعني يخلوهم معايا. فانت كمان لو سبت اليوترس وهي كان سنها صغير، فانت عايز تديها سنها صغير مثلا 40 سنه 45 بس عايز تديلها اتش ار تي، هتديلها اتش ار تي ازاي وهي في اليوترس؟ ما انت في الاندوميتريوم فهتعمل الباثولوجي. فعشان كده بتروح شايل كمان اليوترس عشان لو عايز تدي اتش ار تي ما تتاذيش هي، ما هو انت شلت الاندوميتريوم برده اللي موجود اللي ممكن يحصل منه ريتروجريد منستريشن ويفضل الباثولوجي بتاع الاندوميتريوز ده موجود. اوكي نرجع تاني بقى كلنا نسمع مع بعضينا، نسمع مع بعضينا. فكده الديفينيتيف تريتمنت بتاعنا هو الاوفيركتومي، لكن طبعا وانت بتعمل بايلاترال اوفيركتومي يبقى لازم نشيل معانا اليوترس لان هو ملوش فايده لوحده، بلس انه ممكن يعاكسني لو جيت ان انا عاوز اديلها اتش ار تي. في سؤال في الاندوميتريوزس؟ كويس. لا بتاتروفي ما السايز ده هتاتروفي، ما انت الهدف بتاعك انك انت تعمل اتروفي للاندوميتريال جلاندز اند ستروما، فانت لما بتدي هذا كويس بتعمل اتروفي للاندوميتريال جلاندز اند ستروما، فهتاتروفي وهتلاقي ان السايز بتاعها ابتدى يقل، وتعمل سي 125 تلاقي فعلا انه ابتدى ان هو يقل. فشي از ريسبوندنج تو الميديكال تريت بس هياخد وقت يعني 3 ل 6 شهور عشان تجيب الايفكت بتاعها. جماعه الهرمون التريتمنت ده تمبرري تمبرري افكت، لو وقفته هيرجع تاني. طب امال انا بديه ليه؟
بدي عشان تو بريبير هير ان هي مثلا عندها انفيرتيليتي فحملها مثلا اي دي اف اكس كده، فبديه لها بس عشان بريبريشن فور او تروح تحمل. يعني ما طبعا مش تحمل وانا بديلها كده، بس ممكن تحمل وانا بديلها نانسي رويد، فاهمين ازاي؟ فانا بديها الميديكال او هرمونال، ات از نوت ديفينيتيف، عشان كده كل ده تمبرري. الوحيد الديفينيتيف هو الاخراني، التانيين دول تمبرري، تمبرري تريتمنت. ايوه تمبرري ايه؟ لحد ما اقلل حجم الاندوميتريوما فتروح تحمل، لحد ما يعني بعد ما اقلل حجمها او لا روحي احملي او تعالي اعمل لك اي في اف او وات ايفر، يعني تو بريزرف الفيرتيليتي لحد ما هي تحمل، وبعدين نشوف بعد الحمل بقى ما بقاش في فعلا عندها عشان الاتروفي اللي حصل، ولا رجع تاني وهي عندها كومبلينس تاني. طب دلوقتي وضعك ايه؟ عايزه تبريزرفي برضه الفيرتيليتي ولا خلاص؟ يعني دي التولز اللي في ايدينا اللي احنا بنكنترول ذا بروجريس اوف ذا ديزيز لحد ما البيشنت تاخد الام اللي هي عايزاه، سواء حمل او لو كانت هي مش في بالها حمل خالص، هي بس السيمتومز بتاعتها اللي هو البين وكده، فانت هتعالج البين بتاعها بالديفرنت ميثودز اللي احنا قلنا عليها على حسب هي بالنسبه لها تفضل ايه بالكونسلنج بتاعها، لان اتس بناين كونديشن فهي اللي هتحدد لها. كلمه اخيره قبل ما ننتقل للادينومايوزس، الاندومتريوزس يا دكاتره لو لقيت اكستنسيف ادهيشنز مش معناها انها عندها سيفير سيمتومز، ولو لقيت فيري سمول كده اون لاباراسكوب، انت بتعمل دياجنوستيك لاباراسكوب فور انفيرتيليتي فعايز تشوف دي انكسبلين انفيرتيليتي ولقيت فيها اندوميتريوتيك فوسايل، يعني انا قصدي السيفيريتي اوف ذا سيمتومز از نوت ايكوال او ايكوفيرنت للسيفيريتي بتاعه الفايبروزس اللي موجوده، لا خالص. ممكن واحده تيجي بسيفير بين وهي عندها مينيمال فايبروزس، وممكن تيجي واحده بمينيمال، يعني انا قصدي اتس نوت كومباربل لبعض، فيعني مش معنى ان عندها اكستنسيف ادهيجنز يبقى عندها اكستنسيف سيمتومز واكستنسيف بين، مش معنى ان هي عندها بس حاجات صغيره قوي لا انت بتدلعي زي عندك كل البين ده، فيعني هو ممكن قوي يبقى عندها بس حاجات صغيره وعاملها فعلا سيفير. ده بالنسبه لايه الاندوميتريوز. نيجي بقى للادينومايوز، ايه الديفينيشن اوف ادينومايوزس؟ بريزنت اوف اندوميتريال جلاندز اند ستروما فين؟ انسايد ذا مايوتريم، بالظبط كده انسايد ذا مايوتريم، يعني مش بره بقى لا انسايد ذا مايوتريم، فالباثولوجي بتاعي موجود جوه المايوتريم، ودي معلومه مهمه. ودي تاني واخر ديزيز هناخده ان هو يبقى عندي مايوتريال ليش، مايوتريال ليجن، ان هو عندي الاندوميتريال جلاندز دي موجوده انسايد ذا مايوتريم، ممكن تبقى موجوده في اللاترال وولز، ممكن تبقى موجوده في الفاندس، ممكن تبقى موجوده انتيرير او بوستيرير لان ده كده فمش شايفه الانتيرير، ممكن تبقى موجوده في اي حته في المايوتريم، ممكن تبقى لوكالايزد في الانتيرير وول بس او الفاندس بس او البوستيرير وول بس، وممكن تبقى ديفيوز موجوده في كل المايوتريم. فده بالنسبه للادينومايوزس ديفينيشن، ذا بريزنس اوف اندوميتريال جلاندز اند ستروما انسايد ذا مايوتريال فايبرز، انسايد ذا مايوتريال فايبرز، يعني انت لو جيت تاخد كات سكشن كده هتلاقي في جلاند هنا وبعدين مايوتريال فايبرز، في جلاند مايوتريال فايبرز، هل اقدر اعمل سيركمسكرايب او يعني دايره على الليجن كده، في كبسول حوالين الليجن؟ الفايبرويد كان فيه سودو كبسول لانه كان عامل كومبريشن للفايبر للمايوتريا وعامل سودو كبسول، فبالتالي تقدر تعمل مايومكتومي يعني تريموف الفايبرويد واي كيبينج ذا يوترس، لكن انا هنا ما اقدرش اشيل الجلاندز واي كيبينج ذا يوترس، هقعد انقي الجلاندز دي ازاي؟ ما ينفعش. فبالتالي ده اوبشن مش موجود، ودي حاجه مهمه، يعني الاوبشن بتاع مايومكتومي ده موجود في المايومكتومي بس في المايوما، لان هي عندها فورس كبسول، في كبسول موجوده او في فورس كبسول موجوده اقدر اعمل انكليشن للفايبرويد واخيط الدات سبيس اللي موجوده وخلاص، لكن انا في الاندوميتريوم هنا ما عنديش كبسول، فبالتالي يا اما هشيل الوجه ده واشيل الوجه ده واشيل. طب وبعدين ما هو ما ينفعش ان انا اشيل حاجات كده من اليوترس، اليوترس كله على بعضه 7.5 مش كده 2.5 في 5 7.5 سنتي، فهقعد اشيل منه حاجات وبعدين يفضل لي ايه؟ فما ينفعش، لازم تبقى حاجه انكابسوليتد، ده اتس نوت انكابسوليتد. حتى اللوكالايزد ادينومايوزس دي لوكالايزد عشان بتقول لوكالايزد ان سيرتن وول، لكن مش ان انا اقدر اشيلها، ما اقدرش برده ان انا اشيلها. فدي معلومه مهمه جدا في الادينومايوزس نبقى عارفينها وتفرق لي الادينومايوزس، ما هو الاثنين ليجن موجود في المايوميتري، الفرق بينهم ايه؟ ان واحد لوكالايزد انكابسوليتد حتى لو هي فورس كبسول اللي هو الفايبرويد، فاقدر اشيل الفايبرويد لوحده وايل كيبنج اند بريزرفنج ذا يوترس، لكن في الادينومايوزس ايفن لو لوكالايزد ادينومايوزس انت ما تقدرش تشيل هذا اللوكالايزد ادينومايوزس وتسيب بقيه اليوترس، لا انت هتضطر تشيل اليوترس كله لو هي عايزه ديفينيتيف. فدي بس كلمه اوفر فيو كده عن الادينومايوزس. سبب الادينومايوز ليه يجي في واحده ست ما يجيش في الثانيه برضو ثيوريز، اكتر ثيوري لقوها ان هي مقبوله ان هو لما بيحصل بريجننسي اليوترس ده بيكبر والمصل وول بتبقى فيها هايبرتروفي نتيجه للاستروجين وكده، بعد الولاده يحصل له انفوليوشن، انفوليوشن يعني يبتدي ان هو يرجع لحجمه الطبيعي تاني، وايل انفوليوتنج شويه من الاندوميتريال جلاندز ستروما بتخش انسايد ذا مايوتريم، دي اكتر ثيوري
لو ان هي مقبوله ان هو مع الاكستنشن اوف ذا يوترس during pregnancy and evolution of the uterus لما اليوترس بيبتدي يرجع تاني لحجمه الطبيعي بيحصل ان المسل فايبرز دي بتبقى سبيس فبيخش فيها اندوميتريال جلاندز. طب من اللي انا حكيته ده الادينومايوزس مور كومن في المالتي بارا ولا في النالي جرافيدا؟ مالتي بارا بالظبط كده مور كومن في المالتي بارا. يبقى الادينومايوزس مالتي بارا لكن الاندوميتريوزس كانت في النالي جرافيدا ودي حاجه مهمه. فبالتالي برضو هتلاقوا في السوشيو ايكونوميك يعني اكتر الستات اللي بيجيبوا عيال كتير بيبقوا لو ولا هاي سوشيو ايكونوميك بالظبط كده. فيعني هيبقى التايب اوف بيشنت از ديفرنت. التايب اوف بيشنت هنا از ديفرنت. التايب اوف بيشنت بتاعت الادينومايوزس لا بتبقى اكتر في المالتي بارا مش في النالي جرافيدا واكتر ممكن نلاقيها في اللو سوشيو ايكونوميك. ده بالنسبه للديفينيشنز بريزنس اوف اندوميتريا جلاندز انسايد زوميوميتريا. طب الايتيولوجي الايتيولوجي بتاع قصه الانفوليوشن دي هي اكتر حاجه مقبوله ان هو وايد يوترس از انفوليوتنج افتر ريبيتد بريجننسيز ممكن يخش اندوميتريا جلاندز اند ستروما انسايد زوميوميتريا فايبرز تعمل لي يا اما لوكالايزد يا اما جنرالايزد ادينومايوزس. يعني الباثولوجي بتاعنا يا اما لوكالايزد ادينومايوزس يعني موجود في اول واحد او في بارت اوف وول او ديفيوز يعني موجود في كل اليوترس او في كل المايوميتريا الوولز كلها. فده بالنسبه للديفينيشن والايتيولوجي بتاعنا والباثولوجي. كلينيكال بيكتشر هتيجي الست تشتكي من ايه اللي عندها هذا المنظر؟ ايه رايكم؟ تيجي تشتكي من هتيجي تشتكي من منوراجيا تيجي تشتكي من بيت تشتكي من منوراجيا ليه؟ انا كبر اليوترس عندي وفي عندي كمان باثولوجي خلاص وده بينترفير مع البروبر كونتراكشن بتاعه اليوترس وقت المنسز. فبالتالي طبعا هتيجي تشتكي من منوراجيا هتيجي تشتكي من منوراجيا. اي مايوميتري ليجن زي الفايبرويد تشتكي من منوراجيا خلاص. فهي فعلا هتيجي تشكي من المنوراجيا لان وجود هذا الجلاندز هينترفير مع البروبر كونتراكشن بتاعه المسل فايبرز. فبالتالي بقى عندها فعلا منوراجيا هتيجي تشكي من المنوراجيا هتيجي تشكي من بين اني تايب اوف ذيس منوريا برايمري ولا سكندري؟ سكندري لان في باثولوجي في باثولوجي. فطالما سكندري تو اي باثولوجي بلس كمان مع سبازماتيك اكتر لان اليوترس بيحاول ان هو يكونتراكت ما هو في باثولوجي موجود انسايد. فيبقى عندها سكندري ديس منوريا بس هيبقى في كرامبنج بين وقت المنسس كمان. يعني هي سكندري ديس منوريا لان هي از سكندري تو اي باثولوجي. وانس اي تريت الباثولوجي ده يبقى الديس منوريا مش هتبقى موجوده بلس التايب اوف بين كان بي كرامبنج بين زي بتاع السبازماتيك. ليه؟ لان هو بيحاول اليوترس ان هو يكونتراكت على الجلاندز اللي موجوده في المايوترا. فبالنسبه للكلينيكال بيكتشر سيمتومز تايب اوف بيشن احنا عارفينها ان هي واحده مالتي بارا واحده ممكن تبقى لو سوشيال ايكونوميك. السيمتومز منوراجيا اند ديس منوريا. طيب الساينز اكزامينشن يا دكاتره الجنرال اكزامينشن في حاجه مهمه فيه انيميا مش بنقول منوراجيا عايزين نعرف يعني الاكستنت بتاع هذه المنوراجيا. والحاجه الاوبجكتيف الوحيده عندي هو وجود بالور انيميا هيموجلوبين لان هي عماله تيجي تقول لي ايه لا لا ده المنسس بقت عندي فظيعه ده بينزل لي مش عارف بحور وبلاك كلوث وكلام من ده والاقي هيموجلوبينها 13 فعلا كتير يا مدام بالنسبه للي انت عارفاه بس اتس اكسبتبل فممكن اديها سيمتوماتيك تريتمنت. لكن لو لقيت قصادها لا ده هيموجلوبينها 5 لا يبقى فعلا ان محتاجه ان انا اعمل لها ديفينيتيف تريتمنت. فطبعا الجنرال اكزامينشن انيميا از فيري امبورتنت لان هو السيمتوم بتاعنا الاساسي هو منوراجيا. طيب ده جنرال اكزامينشن. ابدومينال اليوترس ده هيبقى حجمه كبير ولا لا؟ هيكبر؟ اه طبعا هيكبر وكمان هيبقى فيه سكندري هايبرتروفي للمسل فايبرز نتيجه للباثولوجي اللي موجود جواه. فاليوترس ده هيكبر فممكن ان انا احسه لو كبر اكتر من 12 اسبوع زي ما اتفقنا في الفايبرويد ممكن ان انا احسه فوق السيمفيزيس بيوبس فممكن ان انا احسه ابدومينال. طب لو جيت اعمل بي دي اكزامينشن بي دي اند باي مانوال اكزامينشن ايه رايكم الادنكسا فيها حاجه؟ لا الادنكسا فيها. طب اليوترس كبير ممكن الاقي بالك يوترس ان لارج يوترس 12 اسبوع 14 اسبوع 16 اسبوع ممكن يوصل حتى لحد 16 اسبوع اللي هو قرب من الامبيلكس. ايه كمان مهم قوي وكي وورد اللي هو لو قاله لك في الكيس او الست حصل منها تقول انت عندك ادنومايوزس يا مدام خلاص مفيش كلام. فين؟ تندرنس 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 تندر يوترس. يعني هنا جنرال اكزامينشن بتبص على الانيميا زي ما احنا كاتبين بتبص على الابدومينال انلارجمنت كويس. تندر يوترس لو قال لك تندر يوترس في الكيس او انت يو اليست التندرنس لليوترس اليوترس على طول انت يو دايجنوز ادنومايوزس لان وجود الجلاندز دي وانفلاماتوري رياكشن جوينج اون وانت عمال بقى تمسك هذا الانفلاماتوري رياكشن باي مانوال يعني بتقرب صباعينك اللي جوه على بطن العيله فانت عمال تمسك البتاعه دي اليوترس ده فبالتالي يو اليست تندرنس وسيفير تندرنس وده بنسميه هالبان ساين. سمعتوا كلمه هالبان دي قبل كده؟ ايوه هي لسه مكتوبه عندي ماشي اللي هو هالبان بتاع الانفاتيك الانفاتيك اكسترافاج اندوميتريوزس
وهالبان ساين بتاع تندر كانت هالبان ثيوري، ودي هالبان ساين اللي هو تندرنس اون بايمانيال اكزامينشن بتاع الادنوميوزس. يعني هو ده كيورد برضو، يعني زي ما قلنا جراوند جلاس ده اندوميتريوما، مش عارف لما بتقول لك هنا تندر يوترس، تندر يوترس يبقى احنا بنتكلم في ادنوميوزس، لان الفايبرويد ما بيبقاش تندر، فايبرويد ما بيبقاش تندر خالص، ما فيهوش بين خلاص. فانت طب افرق ازاي؟ ما انت لو بتعمل اكزامينشن يوترس انلارج بس بينفل او تندر يبقى ده ادنوميوزس، لو مش تندر يبقى ده فايبرويد. اوكي، فده بالنسبه للاكزامينشن بتاعنا سيمبتومز ساينز. ايه الانفستيجيشنز اللي بتحب تعملها؟ الترا ساوند ده المنظر. لو جيت اعمل الترا ساوند الاقي لوكالايز بس من غير الوري ابييرنس، اهو بلاقي كده ان هو يعني ده الاندوميتريوم، بلاقي ده الاندوميتريوم. ما دكاتره الاندوميتريوم بيبان اكتر ان هو حاجه يعني الايكوجينيستي بتاعتها عاليه كويس، وبعد كده المايوميتريوم هلاقي، بصوا المايوميتريوم ده ثيك مايوميتريوم ديفيوز كده فيتنس اوف ذا مايوميتريوم، حتى لو كان في البوستيريور وول لكن ما تقدرش تعمل دايره. يعني بصوا احنا عاملين دايره هنا عشان نشوف، لا ده الاكستند بعيد، انا ما اقدرش اعمل دايره. يعني اتس نوت ويل انكابسوليتد زي بتاع الفايبرويد ان هو كان ويل انكابسوليتد. انت عندك الانتيريور وول ثين والبوستيريور وول ثيك، يعني هو لوكالايز ادنوميوزس في البوستيريور وول، لكن ومع انه لوكالايز ادنوميوزس لكن انا ما اقدرش ان انا اشيل هذا البوستيريور وول، لان انا الاكستند بتاعي لسه هو مكمل شويه ومكمل شويه. فبالتالي مفيش تريتمنت للادنومايوزس انك تعمل ادنومايكتومي، يعني مفيش زي الفايبرويد مايكتومي، مفيش كده. فهو هتضطر حتى لو هو لوكالايز لول واحد انك انت عشان تعمل دفنت التريتمنت كده هتشيله كله. فالانفستيجيشنز بتاعتنا طبعا الترا ساوند، ويقول لك كمان في الالترا ساوند بيكتشر سجستيف اوف ادنومايوزس. ينفع يقول لك ادنومايوزس عمر امتى يقول ادنومايوزس يحلف عليها؟ بايوبسي. خدت اليوترس بعته بس لقى تحت الميكروسكوب في مايوميتريال فايبرز وجواه اندوميتريال جلانس، فده يقول عليها ادنومايوزس. لكن انا بالالترا ساوند اقول لك بيكتشر سجستيف اوف ادنومايوزس، لان احنا عارفين الشكل بيبقى عامل ازاي بتاع الادنومايوزس، فده غالبا ادنومايوزس. لكن طبعا هتكونفيرم، هو الباثولوجي اللي بيكونفيرم، لكن ما يقدرش يقول لك ده ادنومايوزس. زي بالظبط بتاع الالترا ساوند ما يقدرش يقول لك بي سي او باي الترا ساوند، بيكتشر سجستيف اوف بي سي او. كمل انت حاجه من الكرايتيريا الثانيه بتاعه الانوفيليشن والهايبر اندروجينيزم الرافر دام حاجه ثانيه معاها عشان تقول ان هي دايجنوز بي سي او، لكن هو بيقول لك بس بيكتشر سجستيف اوف بي سي او، بيكتشر سجستيف اوف ادينوايز فالترا ساوند. طب ايه رايك في اللاباراسكوبي؟ هيدايجنوز؟ لا طبعا. مش معنى ان احنا بنشرحهم مع بعض انه الانفستيجيشن ده لازم تبقى انت فاهم. طب لو عملت هيستروسكوبي في حاجه في اليوتران كافيتي؟ فلا مفيش حاجه، يبقى هيستروسكوبي اوف نو فاليو، لاباروسكوبي اوف نو فاليو برده، لان انت هتشوف ايه؟ ما هو من بره اليوترس زي الفل مفيش حاجه. انت عايز تشوف المايوميتريوم، المايوميتريوم ده اقدر اشوفه بس بالالترا ساوند، او لو خدت بقى اليوترس كات سكشن وبصيت عليه بره، مش كده ولا ايه؟ فطبعا الحاجه الوحيده اللي هو جوه العيانه اشوف فيها هو الالترا ساوند. ام ار اي بيديك نفس الفاليو، فبالتالي الكوست افكتفنس بتاع الام ار اي ما بنعملش ام ار اي، لان الالترا ساوند بيديك نفس الفاليو بتاعه الام ار اي، والكوست بتاعه طبعا اقل بكتير. في ناس كتير منكم قعدوا يسالوني ايه الترا ساوند، اي تي اس، اي تي بي اس، اي 2 دي، اي 3 دي، هما دول انواع؟ انا بس هقف هنا وقفه. الترا ساوند يعني سونار، السونار ده ممكن يبقى ثرو ذا فاجينال روت كويس، اللي هو اسمه ترانس فاجينال سونوجرافي او تي بي اس، او ثرو ذا ابدومينال روت اللي هو ترانس ابدومينال سونوجرافي تي اس. يعني يا اما احط بروب، في تو بروبس، بروب طويل كده بيخش جوه الفاجينا، يبقى انا كده بعمل لها فاجينال الترا ساوند. في بروب كونفكس كده بيبقى على بطن العينه، فده انا بعمل لها ابدومينال الترا ساوند. الاثنين هيدوني نفس الفاليو ولا ديفرنت؟ هيوروني نفس الحاجه بس هو الروت مختلف. طب انت لو العيانه دي جاينيكولوجي، يعني ايه جاينيكولوجي؟ يعني اليوترس بالبيك اورجن ومش كبير ومش حاجه، تفضل تعمل لها تي اس ولا تي دي اس؟ تي دي اس، لانه انت هتعملها تي اس مش هتشوف حاجه، مع اليوترس جوه وتحت في البلبس. فبالتالي معظم الجاينيكولوجي او اكشلي اولموست اول الجاينيكولوجيكال كيسز بنعمل لهم تي بي اس، لان هو ده هيوريني اليوترس ويوريني الابنكسه، لان الابنكسه برده تحته كده، الا لو انلارجد هو اللي ساعتها بعمل لها ترانس ابدومينال. امال مين اللي في الجاينيكولوجي جاي تشتكي من جاينيكولوجيكال كومبلين واضطر اعمل لها تي اس ما اقدرش اعمل لها تي بي اس؟ الفيرجنز. بالظبط كده. فانت كل الجاينيكولوجي بتعمل لهم تي بي اس او ترانس فاجينال سونوجرافي، ما عدا الفيرجنز هما اللي بتضطر تعمل لهم ترانس ابدومينال. طب لما اليوترس برده بلبك بتقول لها بقى تشرب ميه عشان البلادر ترفع لك اليوترس شويه، فتقدر انك انت تشوف اليوترس، عشان كده تقول لها لا اشربي ميه كتير. يعني حبيبتي روحي، يا ما هي انسه مش مراه، فروحي اشربي ميه عشان البلادر ترفع لي اليوترس، فاقدر اعمل لها ترانس ابدومينال سونوجرافي.
لكن كل المدامات المتجوزات بنعمل لهم تي في اس. تفضي البول ولا تبقى مزنوقه في البول؟ تفضي طبعا، لان البلادر هتطلع لي قد كده مش هشوف اليوترس، فانا عايزه البلادر ما تبقاش باينه في التي في اس. فعشان كده التي في اس بتفضي طبعا البول، لكن التي في اس بتسند ميه. يعني لو حد منكم راح يعمل سوناره على بطنه او بلفيك اقول لهم اتزني في البول، لكن اي واحده متجوزه بنقول لها فضي البول وتعالي عشان نعملها. ده الفرق بين تي في اس والتي اس. طب امال الاوبستريك بنعمل لهم ايه؟ تي اس طبعا، ده بطنها قد كده هعمل تي في اس اشوف ايه، الا لو كان في الفيرست ترايمستر لسه خلاص يعني اليوترس لسه بلفيك اورجن، لكن غير كده الاوبستريك عامه بنعمل لهم ترانس ابدومينال التراساوند. امال ايه بقى 2 دي وال 3 دي؟ هو اسمه يعني تي في اس ممكن يبقى 2 دي او 3 دي، وبرده تي اس ممكن يبقى 2 دي او 3 دي. ان هو يبقى ثنائي الابعاد تشوفه اكنك زي الصوره دي، او ثلاثي الابعاد مجسم. يعني سواء التي في اس او التي اس ممكن الماشين اللي هي بتاع ثلاثي الابعاد ممكن فيها زرار اللي هو 2 دايمنشنال 2 دي بتعمله، او تعمل لها 3 دي. فهو ده بس الفرق عشان تبقوا انتم متخيلين الفرق بين الحاجات. طبعا دايجنوز بقى انه مايوزس باي التراساوند، مش محتاج تعمل حاجه ثانيه غير الالتراساوند. طيب وطبعا سي 125 مش بيعلى، فبالتالي اوف نو فاليو، هو بس الانفستيجيشنز اللي بنعملها التراساوند. ايه التريتمنت يا دكاتره هنا؟ الديفينيتيف تريتمنت هو سيرجيكال. الديفينيت يعني ايه ديفينيتيف؟ يعني ليه؟ عشان الكامبين بتاعها اللي هو المينورالجيا اند البين اللي هو الديسمينوريا. فالديفينيتيف تريتمنت هو سيرجيكال. ايه نوع السيرجي اللي انت عايز تعملها هنا؟ الهدف ان انا اشيل اليوترس مش الاوفري. الاوفري زي الفل ما فيهمش اي حاجه، بالعكس انت بتشيل اليوترس بس هو اللي فيه الكامبين وفيه الباثولوجي وفيه كل الاندوميتريال جلاند، لكن الاوفريز ما فيهمش اي حاجه. حتى كده ما تضطرش، لو هي عندها 45 سنه او كده ما تضطرش تديها اتش ار تي، ما هي عندها الاوفريز بتاعتها وعندها هرموناتها وكل حاجه. فالدفنت تريتمنت عندك كده ترانس ابدومينال توتال ابدومينال هيستركتومي. توتال ابدومينال هيستركتومي ما جبتش سيره البايلاترا سابنج اوبراكتومي، انت مش محتاج تشيل الاوفريز اصلا لان ما فيهمش باثولوجي. فمش كله زي ما بقيه البرانشز بيتريقوا علينا انت كله هيستركتومي وخلاص. لا مش كله هيستركتومي خلاص، في فرق. في عندنا ممكن توتال ابدومينال هيستركتومي بايلاترا سابنج اوبراكتومي اللي بنقول عليها بان هيستركتومي، او توتال ابدومينال هيستركتومي بس، او في حاجه اسمها سب توتال هيستركتومي. ايه السب توتال دي؟ هو اليوترس متكون من ايه؟ بادي وسيرفكس. فسب توتال ده انت بتسيب السيرفكس وتشيل البادي. هو ايه الفانكشن اوف ذا سيرفكس؟ يعني ايه الفايده ان انا اسيب؟ ما انا لازم عشان اسيب حاجه يبقى لها فايده، صح ولا ايه؟ يعني امتى اختار اعمل للست بدل تي اتش توتال ابدومينال هيستركتومي اعمل لها سب توتال هيستركتومي واسيب لها السيرفيس؟ عشان ايه وظيفه السيرفيس؟ ها؟ يعمل ايه؟ كويس. هل الفاجينا برضو فيها ميوكوز وبتطلع ميوكوس وفي بارفرين جلاند بتطلع برضو سكريشن ديورنج انتركورس وكلوبريكيت وكده ولا لا؟ ها يعني الفاجينا فيها ميوكوزا وفي فيها امال ايه الفاجينا اللي ماتوريشن اندكس والحاجات اللي قعدنا نتكلم عليها دي مش كده؟ وبرده في حاجه اسمها بافرين جلاند بتطلع سكريشن ديورنج انتركور سيكشوال اكسايتمنت بتعمل لوبريكيشن والكلام ده. فانا قصدي هل الفانكشن دي بيكون بيها حاجات ثانيه؟ طب ايه وظيفه السيرفكس بقى؟ ليه بنسيب السيرفكس؟ على فكره مش عيب لو لقيت ان هو مالوش وظيفه. الاوفريز بتعمل هرمونات، اليوترس بيجيب مكان البيبي يعني وبيعمل منسج، خلاص السيرفكس بقى لوحده ملوش وظيفه الحقيقه. ده هو السيرفكس بارت اوف ذا يوترس. امال ليه في حاجه اسمها سب توتال؟ عشان لما نيجي في الاوبستريكس ونتكلم على واحده عندها سيفير بوست بارتم هامرج، فتايم كونسيومنج انك انت كمان بتشيل السيرفكس، فساعات ان هو بتبقى عايز تشيل اليوترس بسرعه عشان تسيف لايف بتاعه البيشنت، فتضطر تعمل لها سب توتال هيستركتومي مثلا. فعشان كده كلمه سب توتال لازم تبقوا عارفينها. لكن في الجاينيكولوجي باي ديفولت بنعمل توتال ابدومينال هيستركتومي. ليه نجو فور سب توتال؟ لان السيرفكس ده ملوش وظيفه، لكن ممكن طبعا تبريزرف الاوفريز طبعا لان هما ليهم وظيفه محترمه جدا. فممكن تبريزرف الاوفريز لكن تبريزرف السيرفكس يعمل لك ايه؟ يعني مفيش وظيفه معينه للسيرفكس عشان نبريزرف السيرفكس عشانها يعني. فده بس عشان نبقى احنا فاهمين. فمش كله هيستركتومي وخلاص، لا في تايبس اوف هيستركتومي، ولسه هنشوف في حاجه اسمها راديكال هيستركتومي اللي معاها كمان ابر كاف اوف ذا فاجينا وليمف نودز. ليه ممكن اشيل الابر كاف اوف ذا فاجينا مع اليوترس والسيرفكس والفالوبيان تيوبس؟ هي اشيل معاهم الابر كاف اوف ذا فاجينا عشان نفس المولاريان اوريجن بالظبط كده. لو انا بتكلم على كانسر فنفس المولاريان اوريجن، فممكن يبقى في مايكروسكوبيك ميتاستس موجود، عشان كده ممكن اشيل. لا استنوا، انتوا دخلتوا على الديفينيتيف، انتوا ما قلتوليش هل في ميديكال تريتمنت للادينوميوزس ولا لا؟ ايه الميديكال تريتمنت؟ هيموستاتكس عشان المينوراجيا اللي موجوده، فدي لها انتي فايبرينوليتك دافلون كابرون حاجات كده، وممكن اديلها هيماتانكس لو هي عندها انيميا، وايه
انالجيزكس لان هو اساسا الكامبين بين. فبالتالي ميديكال تريتمنت او سيمتوماتيك تريتمنت اللي هو بين وانالجيزكس ممكن اديه هرمونال عشان اقلل المينوراجيا دي. ايه الهرمونز اللي تدوها عشان تقللوا المينوراجيا؟ كونتينوس. ايه رايكم؟ انت محتاج تدي كونتينوس هنا؟ لا، انت اكشوالي الاو سي بيز العاديه بالطريقه العاديه اللي هو الانتربتد بتقلل المنسز ولا بتزودها؟ عشان تردوا عليا لازم تبقوا عارفين هو الكونتنت اوف استروجين فيها اللي اكتر ولا البروجستيرون كونتنت؟ بروجستيرون. يبقى بالتالي هتقلل المنسز لان السنسات البروجستيرون ده بيعمل ايه للاندوميتريوم؟ ها؟ اتروفي الاندوميتريوم. فبالتالي الاو سي بيز بير سي بتقلل كميه المنسز ولا بتزودها؟ بتقللها. الاو سي بيز بير سي ده انت حتى لما نيجي نتكلم على الكونتراسبشن المره الجايه هتلاقوا ان هو الست اللي بتاخد او سي بيز هي بتيجي تقول لك ده كتير، انت بتقعد عليا 5 ايام، بتقعد عليا يومين يا دكتوره او ثلاثه بالكثير. ايوه، ما ده العادي. اللي بتاخد او سي بيز البيريد هتقعد عليها فتره اقل. ليه؟ لان الجستجنز كونتنت اعلى من الاستروجينيك كونتنت اللي موجوده، خلاص؟ فبتعمل اتروفي فبتقلل كونتنت. فانت ممكن قوي تديلها او سي بيز ومش شرط خالص تديها كونتينوس، بالعكس انت بتديها انتربتد عشان تمامك ذا نورمال سايكل ما تبقاش هي قلقانه. فممكن اديلها او سي بيز، ممكن اديلها ايه كمان؟ جستجنز. ايه تاني؟ في نوع من اللوبس يا دكاتره اللي هو في بروجستيرون كونتنت كويس، اللي هو بنسميه مايرينا ده في السوق، او ليفو نورجسترال انترا انتراين سيستم او انترا انتراين اي دي اللي هو المايرينا. والمايرينا ده بيبقى هايل جدا في التريتمنت بتاع الادينومايوزس. اولا هو بروجستيرون فهيعمل اتروفي فهيقلل جدا كميه المنسز. بلس الست دي مالتي بارا ولا نالي جرافيدا؟ عايزه حامله ولا مش عايزه؟ دي مش عايزه، دي مالتي بارا، فهينفع كونتراسبشن، يعني هيأد از كونتراسبشن اند هيأد ان هو يقلل البين لانه المنسز هتقل، فبالتالي هيقلل البين وهيقلل المنسز، فبيبقى اوبشن حلو جدا. بس كل ده سيمتوماتيك تريتمنت، ذا اونلي ديفينيت تريتمنت از توتال ابدومينال ديستريكت. واضح الادينومايوزس؟ في سؤال في الادينومايوزس يا دكاتره؟ النهارده هيبقى في الامتحان تاست 2، تاست 2 ده اللي هو فيه الانفيرتيليتي والفايبرويد والاندوميتريوزس. طبعا الانفيرتيليتي معاها الانوفيليشن والبي سي او والكلام ده، فده يعني النهارده هتذاكروا الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، تحلوا الامتحان تديهولي بعد بكره يوم الخميس ان شاء الله باذن الله. شكرا يا دكاتره.